مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي والاهلي في كل مكان. زي ما معودين حضراتكم ان احنا دايما نطمنكم على الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واكيد الشغل الشاغل للجماهير الاهلاويه هي مباراه تاونشيب البتسواني. تعالوا بسرعه قبل ما نتكلم في اي حاجه نشوف محمد سعيد معانا من مقر الاقامه في بتسوانا عشان يطمنا على كل اللي حصل النهارده في مران الاهلي ويطمنا على الحاله العامه لجميع اللاعبين. محمد سعيد اهلا بيك. اهلا بك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في الوطن العربي وفي جمهوريه مصر العربيه. عايز اقول لك احنا دلوقتي في هذه اللحظات احنا موجودين امام فندق اقامه فريق النادي الاهلي في وسط او قلب العاصمه البتسوانيه جبروني. الحمد لله الامور تسير بشكل جيد، التدريب النهارده كان تدريب اساسي ورئيسي على ملعب الجامعه البريطانيه. بالتاكيد عندك استفسارات كتير واسئله كتير، ابدا معاك نبدا الاول في الحديث عن التمرين. يعني طبعا تمرين النهارده كان فيه تفاصيل كتيره جدا، الجهاز الفني النهارده يعتبر بدا تدريباته بشكل رسمي في ظل حاله ارهاق ومشقه سفر استمرت حوالي الرحله حوالي 12 ساعة. فضل الجهاز الفني بالأمس عندما وصل إلى فندق الإقامة في بتسوانا عدم خوض أي تدريبات مسائية والاكتفاء بتدريبات استشفائية. أيضا صباحا فوجئنا بمايكل ليندمان مدرب الأحمال والجهاز المعاون يطلب إقامة تدريب استشفائي للاعبين في السنة 10 ظهرا لتهيئة العضلات وتهيئة اللاعبين للتدريب البدني والفني الذي أقيم اليوم في حدود الساعة 4:30 عصرا على ملعب الجامعة البريطانية. كان هناك حالة إرهاق شديدة جدا والبعض كان يتخوف من تقلصات عضلية نتيجة رحلة السفر الطويلة، لكن بعد التدريب الاستشفائي بالأمس واليوم اللاعبون الحمد لله أصبحوا جاهزون لهذه المباراة، خاصة أن التدريب البدني اليوم على ملعب الجامعة البريطانية أثبت أن الحمد لله الجاهزية البدنية ل 23 لاعب هي قائمة مباراة فريق النادي الأهلي إن شاء الله في هذه المباراة، جاهزون لهذه المباراة وأدوا تدريبات بدنية على أعلى مستوى. وبالتالي في ختام هذا التدريب يعني باتريس كارتي يعني عمل تقسيمه فنيه وشغل تكتيك متعلق بقى بالمباراه باذن الله المقرر اقامتها في تمام الساعه 6 ان شاء الله مساء السبت القادم يا كابتن ميدو. يعني يا سعيد الاول تعالى نكلم الساده المشاهدين او نعرفهم التدريب الاستشفائي الصباحي اللي عمله مايكل ليندمان كان عباره عن ايه لو انت تابعته. بالفعل كنا حاضرين هذا التدريب وتواجدنا في الدور الاخير في الاوتيل. مايكل ليندمان كان كل اللاعبين 23 لاعب بما فيهم ثلاثي حراس المرمى، تدريبات فقه عضلات وتدريبات اطاله، انت بتهيئ العضلات للتدريبات البدنيه في ظل ان كان البعض كان بيشتكي او عنده احتماليه تقلص عضلي في الساعات القادمه نتيجه مشقه السفر وطول رحله السفر. وبالفعل هذا التدريب لم يستغرق اكثر من حوالي 25 دقيقه، كان في اعلى الاوتيل في الدور الاخير. والميزه التي يعني في هذا التوقيت الساعه 12 الظهر ان الجو كان في بروده خفيفه، كانت الشمس موجوده، لكن في نفس الوقت في هذا التدريب الصباحي مع بروده الجو مع الشمس الساطعه كل هذه الامور بتساعد اللعيبه بشكل جيد على فك العضلات وتهيئه العضلات للتدريبات البدنيه والحمل البدني خلال الساعات القادمه. بالتالي بعد هذا التدريب ويمكن حتى انا لاحظت كابتن حسام عاشور بعد نهايه التدريب قال لكل لعيبه تدريب جيد يا جماعه الحمد لله حتى ما حدش فينا عرق، لكن فكينا العضلات بشكل جيد عشان نستعد للتدريبات ان شاء الله في المساء. وبالفعل كان تدريب متميز جدا، اللاعبين حتى ادوها في روح ومرح جميل جدا. مايكل ليندمان كمان وهو بيأدي هذا التدريب كان في حاله من المرح عشان يساعد اللاعبين على تخطي هذه المرحله البدنيه للاستعداد للمران الفني في المساء والتدريبات خلال اليومين القادمين باذن الله قبل موعد مباراه يوم السبت باذن الله يا كابتن ميدو. اكيد يا سعيد، يعني انا بعرف الساده المشاهدين عشان نعيشهم الاجواء زي ما احنا متعودين معاك، وخصوصا كمان انت بتدينا شرح وافي لكل اللي بيحصل من اول دقيقه لاخر دقيقه، حاجه جميله جدا يا سعيد. يعني التدريب كان هنقول في روف الفندق، ما كانش في ملعب عادي، كان في الروف مثلا، كان عباره عن استرتشات فك عضلات كلها علشان يتفادوا التقلصات والاصابات اللي ممكن تحصل جراء السفر الطويل اللي هو حوالي 12 ساعه. بعد كده كان التدريب النهارده كان الساعه 4:30 اللي هيئ اللعيبه للتمرين اللي كان استغرق حوالي ساعتين، وكان في اعتقد ان هو كان في جزء بدني كبير من او لمايكل ليندمان.
بالفعل يا كابتن ميدو، انا عايز اقول لك حاجه متعلقه برحله السفر. رغم مشقه السفر ورحله ساعه، لكن ده اقصر مده سفر ممكن يعني يتخطاها اي فريق لكي يصل من مصر الى بتسوانا. فريق تاون شيب عشان يصل لبرج العرب من العاصمه البتسوانيه جبرون، واحنا في هذا المكان، قطع مسافه حوالي 24 ساعه سفر عشان يقدر يجي يلعب المباراه في برج العرب، لدرجه حتى انه عشان يسافر لجوهانسبرج من بتسوانا خد حافله 4 ساعات، ثم سافر الى دبي قعد ترانزيت حوالي ساعتين، ثم من دبي الى برج العرب مباشره. لكن الاجراءات الاداريه، النادي الاهلي 12 ساعه او 11 ساعه سفر، مده طويله، لكن دي افضل طرق السفر اللي ممكن تاخدها عشان تصل للمباراه. وبالتالي الجهاز الفني عشان كده اختار مده السفر ان هو يسافر قبل المباراه ب4 ايام عشان يقدر يجهز. بعد طول مده السفر يقدر يعمل مرحله استشفاء في تدريبين، وبالتالي يكون هناك تدريبات على مدار 3 ايام يقدر الفريق يستعيد حالته البدنيه ويجهز كمان من ناحيه التكتيك والتدريبات الفنيه للمرحله القادمه. التدريب المسائي اليوم يا كابتن ميدو بصراحه بالنسبه لنا كانت هناك يعني عده مفاجآت. البعض كان بيتوقع ان التشكيل الاساسي الذي سيخوض مباراه السبت القادم هو نفس التشكيل الذي خاض به الاهلي في المباراه الماضيه في استاد برج العرب وفاز ب3 اهداف مقابل لا شيء، لكن الجهاز الفني يبدو انه على علم ودرايه كامله بالاداء الفني لفريق تاون شيب على ملعبه، وان الفريق الذي سيواجهه الاهلي يوم السبت يظهر بشكل مختلف تماما عن الفريق الذي واجهه من 10 ايام وفاز عليه بثلاثيه، وبالتالي هناك تعديلات قد تحدث في التشكيل بما رايناه اليوم في التدريب. تدعيم خط الدفاع بلاعب مدافع اخر مع يعني مع تقليص عدد المهاجمين في الناحيه الهجوميه والاعتماد على مؤمن زكريا او احدهم جونيور اجايي او وليد سليمان بالاضافه لوليد ازارو مع وجود ورقه رابحه في الشوط الثاني. كان هذا هو محور شكل التشكيل والاداء اللي ظهر به باتريس كارتيرون مع لاعبيه. لكن في الجزء الاخير من التدريب الفني ومع اداء بعض الجمل التكتيكيه عاد الفريق للتشكيله الاساسيه الذي خاض بها الاهلي المباراه الاخيره، فيما عدا مشاركه محمد هاني في مركز الظهير الايمن بدلا من احمد فتحي الذي تعذر سفره في اللحظات الاخيره حرصا من الجهاز الفني على سلامه اللاعب وحتى لا تتفاقم الاصابه، في ظل ان الفتره القادمه لن تسمح بعوده احمد فتحي للمشاركه بشكل اساسي امام تاون شيب. يا كابتن ميدو، يعني سعيد تعالى فهمني بس الحته الدفاعيه عشان الناس يبقوا برده مشاركينا في كل حاجه، يعني ايه زود العدد في الحاله الدفاعيه او في الناحيه الدفاعيه، زود لعيب يعني مثلا ممكن يلعب ب5 لاعبين مدافعين، مدافع هنقول مثلا 3-5-2 3-4-3، يعني فهمني الدنيا علشان الناس اللي برضه يعملوا فاهمين الدنيا بنتكلم فيها بشكل او باخر. إضافة أيمن أشرف بجوار سليف كوليبالي وسعد سمير، وعلى الجبهة اليمنى محمد هاني، وعلى الجبهة اليسرى علي معلول، وبالتالي أمامهم حسام عاشور وعمر السلية، وأمامهم مؤمن زكريا، جونيور أجايي ووليد أزارو. تقدر تتكلم في طريقة اللعب 5-2-3 أو 5-3-2، إمكانية تراجع جونيور أجايي أو مؤمن زكريا في الحالة الدفاعية مع ثنائي خط الوسط. يعني ده الشكل اللي ظهر فيه في التقسيمة الفنية في حوالي أول ربع ساعة من التقسيمة الفنية والشغل التكتيك اللي حصل. إضافة أيمن أشرف كمساك ثالث لكنه بيميل أكثر ناحية الطرف الأيسر مع علي معلول. هل الجبهة اليمنى في فريق تاون شيب على أرض وسط جمهوره احتمالية عودة لاعب لم يكن متواجدا في المباراة الأولى، غياب لاعب نتيجة الإنذار الثاني في المباراة السابقة، وبالتالي عودة لاعب أساسي في مكانه، هي رؤية فنية من خلال بعض الهايلايتس والمتابعة الفنية لباتريس كارتيرون وجهازه المعاون كابتن محمد يوسف وسامي قمصان ومصطفى كمال، لديهم رؤية معينة في مباراة العودة. كان فيها تحفيز شكلا يا كابتن ميدو بما رأيناه اليوم عن المباراة السابقة، بالإضافة إلى ذلك تحفيز دفاعي ام تقصد تحفيز في طريقه لعب؟ تحفيز في هذه الطريقه، تحفز اللي هو دفاعي؟ لا مش تحفز، تحفيز ان انا بوقف اللعب وبحفظ ايمن اشرف انا هلعب في الناحيه دي عشان اعمل كذا، ولا كان المضمون العام كان شكله ايه؟ ما انا ممكن كمدرب ان انا شايف مثلا ممكن حد بيتابع الدنيا، حد بيتفرج على التمرين، فممكن اعمل تضليل تكتيكي، وده بتحصل كتير جدا، وارجع في الاخر للشكل النهائي بتاعي. انا اعتقد كده، لان صعب جدا ان انا العب ب3-5-2 أو 3-5-1-1. ما كانش في يعني تدخل كبير من باتريس كارتيرون اثناء تنفيذ هذا الشكل اللي بتكلم عليه كابتن ميدو بوجود ايمن اشرف، ولا حتى في الجزء الاخير. هي قد تكون تجربه لاداء شكل معين في الاداء الدفاعي او تحرك ايمن اشرف بشكل معين في المنطقه ما بين الدفاع ووسط الملعب، يعني طبعا هيتضح اكتر ده خلال التدريب غدا وتدريب يوم الجمعه، او تدريب غدا تحديدا لان تدريب يوم الجمعه هيكون فيه وسائل اعلام حاضره في اول ربع ساعه. لكن ما كانش في تدخل لباتريس كارتيرون في هذا الشكل الفني اثناء
التقسيمة الجماعية لمران الفريق اليوم على الجامعة البريطانية. عموما كل الامور دي هتتضح غدا باذن الله في شكل المران، لكن الشيء الطيب واللي اشيد بيه ان الحمد لله بعد ما انتهى التدريب في ملعب الجامعه البريطانيه هو يعتبر افضل ملعب هنا في بوتسوانا، رغم ان الملعب ارضيته يعني ليست بالحاله الجيده، لكن مع ذلك هو الافضل هنا في بوتسوانا. ومع ذلك الحمد لله الشيء الافضل والشيء المميز ان اللاعبين انهوا التدريب والحمد لله الحاله البدنيه جيده. دكتور خالد محمود اكد ان الحمد لله قائمه الفريق خاليه تماما من اي اصابات، وده الشيء الابرز في هذه الفتره، في ظل ان كمان عايز اكد على نقطه ثانيه، احنا في درجه حراره مختلفه تماما اجواء القاهره كابتن ميدو. درجه الحراره بتكلم معاك فيه دلوقتي واحنا في بتسوانا حوالي تقترب من 4 درجات مئويه في المساء، درجه فيها بروده شديده، والمباراه ستقام على الاضواء الكاشفه في السادسه مساء، فبالتالي درجه الحراره هتكون منخفضه. جزئيه ان اي من اللاعبين لا قدر الله يتعرض لنزله برد شديده في الساعات الحاليه، الجهاز الطبي اتعامل مع هذه الجزئيه بشكل طيب مع اللاعبين، يعني بعيد عن الملعب واصابات الملاعب، ايضا نزله البرد قد تؤرق الجهاز الفني في الاستعداد للمباراه. الحمد لله اللاعبين ملتزمين تماما بالتعليمات الطبيه من قبل دكتور خالد محمود، الحمد لله الشكل الفني والبدني حتى هذه اللحظات يسير بشكل جيد في ظل عدد قليل جدا كمان من الجاليه المصريه هنا في بتسوانا، فبالتالي الملعب بحضور 22000 متفرج قد يقترب من حضور هذا العدد لجماهير تاونشيب. اكيد يا محمد، احنا اتكلمنا انا وانت قبل كده ان الجو العام البرد احسن من الجو الحر والرطوبه واللي كنا بنشوفه في افريقيا. الجو البرد هيخلي اللعيبه تجري كتير، هتخلي لعيبه يعني يبقى عندهم حيويه اكتر من الجو الحر والرطوبه، فدي حاجه كويسه انت طمنتني، لكن طبعا مع الحفاظ على النزلات البرد اللي بتتكلم فيها. كان الدكتور خالد محمود بيتكلم ان في لعيبه او كل البعثه هتاخد تطعيم الثاني، كان خد تطعيم اول في القاهره، برضو طمنا على هذه جرعه التطعيمات. عايز اقول لك جرعه التطعيمات والادويه يعني فقدان حقائب السفر في مطار بتسوانا هنا في جبروني اثار بعض الازمه، لان معظم المعدات والادوات الطبيه للاسف اللي فقد كان من خلال الجهاز الطبي والادوات الطبيه للجهاز الطبي مع الفريق، بالاضافه لبعض ادوات التدريب لكن كانت قليله. التطعيمات الحمد لله يعني النهارده الجهاز الطبي قدر الامكان حاول يوفر التطعيمات اللازمه للجهاز الفني واللاعبين، والنهارده بالفعل صباحا بعد الغداء مباشره كل اللعيبه بالجهاز الفني والمعاون خدوا التطعيمات والجرعه الثانيه من حبوب الملاريا داخل فندق الاقامه، وبالفعل الحمد لله اقدر اطمنك ان هذه المساله الحمد لله يعني انتهت على خير، والجهاز الطبي بيحاول يوفر خلال الساعات القادمه بعض الامور الطبيه ل يعني الاستعداد للمباراه باذن الله يوم السبت القادم. لكن يعني الحمد لله رغم ان فقدان بعض الحقائب السفر لعدد من اللاعبين وبعض الادوات الطبيه للجهاز الطبي، لكن حبوب الملاريا تحديدا بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين الحمد لله كانت متوفره بشكل جيد في الجرعه الثانيه اليوم مع اللاعبين، والحمد لله خلال الساعات القادمه يعني اذا كان هناك اي فقدان لاي ادوات طبيه الجهاز الطبي بيحاول يوفرها قبل موعد المباراه، انك بتستخدم بعض هذه الادوات باذن الله في مباراه السبت القادم، طبعا طبقا لتعليمات الاتحاد الافريقي والرولز اللي محطوط من قبل الكاف في هذه المباريات الافريقيه مع دوري ابطال افريقيا. اكيد يا محمد، يعني برضو عشان نطمن الجماهير على اوضاع البعثه في بتسوانا، كان كل المسؤولين في بتسوانا او في نادي تاون شيب اشادوا بالمعامله اللي شافوها من جانب النادي الاهلي، وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، فاكيد كلهم دلوقتي بيحاولوا يذللوا كل العقبات اللي بتواجه بعثه النادي الاهلي في بتسوانا. احسان كبير جدا من مسؤولي تاون شيب لدرجه ان رئيس النادي وهو على فكره عايز اقول لك معلومه هو هندي الجنسيه ليس بتسواني، يعني هنا في استثمارات في كره القدم في دوري المحترفين في بتسوانا، ورئيس النادي لتاون شيب هو رئيس هندي، وعلى فكره المقابل الاخر رئيس النادي لنادي جبروني وهو الديربي بين الفريقين في الدوري البتسواني رئيس النادي لبناني، فبالتالي يمكن دي معلومه يعني لاحظناها خلال الساعات الجاريه منذ ان وصلنا الى بتسوانا. الجزئيه اللي عايز اكد عليها ان كمان يعني رئيس النادي والاونر المتعلقين بالانديه هنا اكثر من جنسيات مختلفه، لكن لو بنتكلم على الاستقبال عايز اقول بصراحه رئيس النادي وفر كل الامكانيات، الاتوبيسات، الباصات. طيب محمد سعيد انا بشكرك شكرا جزيلا، في مشكله ان شاء الله نحاول نرجع لمحمد سعيد تاني. محمد سعيد انا بحاول اخد منه كل حاجه اطمنكم بيها عشان تبقوا عايشين مع بعثه الفريق في بتسوانا في جبروني، يعني طمنا على كل اجواء المعسكر، اتكلم كمان عن الجو العام، الجو برد جدا، درجه الحراره 4 دلوقتي زي محمد سعيد بيقول، اتكلم على الجهاز الطبي بقياده دكتور خالد محمود العقبات بحيث ان اللعيبه كلها تبعد عن نزلات البرد، ما ينفعش اساسا
لا قدر الله لعيب يجيله نازل برد دلوقتي ما ينفعش طبعا يعني. فكله بيحاول ان كله يدخل في الاجواء العامه، اتكلم عن التدريب واتكلم عن ليندمان تحديدا، اتكلم ان هو عمل تدريب استشفائي النهارده صباحا علشان لعيبه الاهلي تستقبل التدريب المسائي بدون اي تعب، وده اللي حسه لعيبه النادي الاهلي كلهم زي ما قال محمد سعيد ان حسام عاشور قال لهم اعتقد ان احنا كلنا كده تمام. رحله سفر 12 ساعه، لكن محمد سعيد اشاد كمان بدور اكيد دينامو وسمير عادلي في توفير اقرب رحله طيران لبوتسوانا. زي ما حضراتكم فاكرين كان بوتسوانا اعتقد ان هو قعد حوالي 16 او 18 ساعه عشان يجي برج العرب، وفي رحله العوده برضو زي ما قال محمد سعيد قعد نفس المسافه. اتكلم كمان عن ان احنا هنا في مصر زللنا كل العقبات للنادي البتسواني، فاكيد هم بيعاملونا بالمثل، وده اللي هقول لكم من خلال الاخبار اللي اقول لحضراتكم دلوقتي. كل الاخبار قالها لنا محمد سعيد عشان تطمنوا، عشان نشارككم لحظه بلحظه في معسكر الفريق في بتسوانا استعدادا للمباراه الهامه ان شاء الله يوم السبت القادم. تعالوا بقى نتكلم على اخبار النادي الاهلي. الكابتن الخطيب بيطمن على بعثه النادي الاهلي في بتسوانا. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجرى اتصالا هاتفيا بخالد الدرندلي امير صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق في بتسوانا للاطمئنان على احوال الفريق قبل مواجهه تاونشيب السبت المقبل والهامه جدا. كابتن الخطيب اكد على ثقته التامه في لاعبي الفريق والجهاز الفني وقدرتهم على تحقيق الفوز على فريق تاونشيب البتسواني والعوده للقاهره بثلاث نقاط مهمه جدا من اجل استكمال رحله المنافسه على لقب دوري ابطال افريقيا. ده كان الكابتن محمود الخطيب واطمئنانه على بعثه النادي الاهلي. دي قدام حضراتكم يعني بعض اللقطات هنا في الجزيره. ايضا الكابتن محمد يوسف راح يشوف ملعب المباراه اللي هتقام عليه المباراه عشان يبلغ باتريس كالتيرون ايه طبيعه الملعب النجيله. زي محمد سعيد قال الملعب مش حلو قوي، لكن هو احسن الملاعب الموجوده في بتسوان. محمد يوسف المدرب العام لكره القدم بالنادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكره حرص على زياره ملعب الاستاد الوطني ببتسوانا والذي يستضيف مباراه الاهلي وتاونشيب في الجوله الرابعه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا يوم السبت المقبل ان شاء الله. سمير عدلي مع محمد يوسف راحوا شافوا الملعب وعينوه كويس قوي. الملعب بينه وبين الفندق الإقامة حوالي تلت ساعة، يعني قريب جدا. بعد ما شاف الملعب هو كابتن سمير عدلي راح لباتريس كالتيرون قال له الملعب فيه كذا وفي كذا وفي كذا وواسع وضيق والكلام ده كله علشان يعرف كل صغيرة وكل كبيرة في الملعب. يعني المسافة تلت ساعة كان ممكن باتريس كالتيرون يروح معاهم يعني، لكن ده التقليدي في النادي الأهلي. ايضا زي ما اتكلمنا مع حضراتكم رئيس بعثه تاونشيب يقدم التسهيلات للنادي الاهلي. سيدني عضو مجلس اداره النادي البتسواني ورئيس بعثه النادي في لقاء الذهاب اللي كان هنا في القاهره حرص على مقابله سمير عدلي المدير الاداري للنادي الاهلي اكثر من مره في بتسوانا. عايزين يردوا يعني اللي عمله النادي الاهلي معاهم، وده طبيعي جدا من اجل بحث عدد من الامور المتعلقه بمباراه الفريقين السبت المقبل في العاصمه البتسوانيه جابروني في الجوله الرابعه لدور المجموعات بطوله دوري ابطال افريقيا. سيدني اكد ان كل الدعم لبعثه الاهلي في تاونشيب خلال تواجدها في بتسوانا. كمان أكد على المعاملة الحسنة جدا جدا اللي تلقاها الفريق البتسواني في برج العرب، ده الطبيعي بتاع النادي الأهلي يا جماعة. النادي الأهلي دايما مضياف ودايما بيجبر الآخرين على احترام. أيضا 22,000 مشجع، ده ساعة الاستاد اللي هيستقبل مباراة الأهلي وبطل بتسوانا تاونشيب. 22,000 مشجع للاستاد الوطني بالعاصمه البتسوانيه جابروني يستضيف مباراه الاهلي وتاونشيب ساعته 22,000 مشجع. ده اللي قالوه مسؤولي تاونشيب لاداره النادي الاهلي. عايز اقول لك كمان ان باتريس كالتيرون عمل محاضره فنيه قبل مران اليوم. ده الطبيعي وده اللي احنا متعودين عليه في النادي الاهلي عموما، في مدربين بيحبوا يعملوا محاضرات فنيه قبل المباراة خصوصا قبل التمرين كمان بيشرح فيها بعض العناصر
او بعض النقاط الفنيه للتدريب، والتدريب بقى شكله ازاي والدنيا شكله ازاي وهنعمل ايه في التمرين علشان الدنيا تبقى كل اللعيبه نازله الملعب وعارفه هي تعمل ايه بالظبط ويطلع التمرين بالهدف اللي هو عايزه. عشان كده بدرس كالتيرون عمل محاضره فنيه قبل المران للتاكيد على النواحي الفنيه والخططيه الخاصه بمباراه الاهلي وتاونشيب. ايضا طاقم تحكيم مباراه الاهلي وتاونشيب يصل بتسوانا اليوم، طاقم التحكيم كيني بقيادة أومونيو يصل للعاصمة البتسوانية جبروني اليوم الأربعاء لإدارة مباراة الأهلي وتاونشيب. أيضا بيصل منسق المباراة النهاردة زي ما قالوا مسؤول تاونشيب النهاردة إن شاء الله مراقب المباراة يصل غدا بإذن الله. محمد يوسف بيقول قادرون على العودة للقاهرة بالثلاث نقاط. أكيد أكيد يعني إن شاء الله يوسف كل التوفيق ليكو في هذه المباراة الهامة جدا. محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال الكرة أكد أن لاعبي الأهلي لديهم تركيز تام وإصرار شديد على تقديم عرض تاونشيب مساء يوسف كمان أكد أن هم عارفين الفريق البتسواني كويس قوي وعارفين نقاط القوة ونقاط الضعف زي ما قال محمد سعيد أن باتريس كالتيرون بيجرب حاجة كده، بس أعتقد أن الموضوع ده يعني اعتقد ان هو مش اكيد لان مش هيحفظ لعيبه الاهلي قبل المباراه بثلاث ايام حاجه جديده. اعتقد ان هو شكل يعني زي تمويه كده للناس يعرفوا ان هو ممكن يلعب بليبرو يلعب بلعيب متقدم قدام اثنين مساكين، يعني بيغير الطريقه بتاعته، لكن اعتقد ان احنا نلعب بالطريقه المعتاده 4-2-3-1 مش زي ما كان بيحصل النهارده في التمرين. يوسف كمان اكد ان الجهاز الفني اكتفى بجلسه استشفاء للاعبين زي ما قال محمد سعيد النهارده قبل التمرين الاساسي. طيب دي كانت اخبار النادي الاهلي، هنرجع للاخبار لكن نروح زي النهارده الاهلي بيفوز بالسوبر السادس محليا. الاهلي بيتوج ببطوله السوبر المحلي في 25 من يوليو 2010 والكاس السادسه في تاريخه حينما تغلب، لو تفتكر طبعا كل المناسبات الكبيره قوي في تاريخ النادي الاهلي، اتغلب على حرس الحدود بهدف النجم ومعشوق الجماهير محمد ابو تريكه. كان قبل كده خسر من حرس الحدود برضه في السوبر مع طارق العشري، كان اقتنص كاس السوبر من النادي الاهلي، لكن الاهلي ثاني سنه على طول خد كاس السوبر. تعالوا نشوف تقرير عن هذه الكاس ونرجع لحضراتكم على طول. تاريخ طويل يحمل بين طياته العديد من الأرقام المميزة للنادي الأهلي، وعند البحث في السجل الحافل ستجد أن كل يوم يمر علينا سيتوافق مع ذكرى مميزة صنعها نجوم الأهلي السابقين. في مثل هذا اليوم حقق الأهلي بطولة غالية عليه وعلى جماهيره حينما توج ببطولة السوبر المحلي في 25 من يوليو لعام 2010، هي الكأس السادسة في تاريخه حينما تغلب على حرس الحدود بهدف نظيف سجله نجمه الأول في هذا التوقيت محمد أبو تريكة في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة. أهمية البطولة بخلاف قيمتها أنها أضافت إلى دولاب بطولات الأهلي الكبير بطولة كانت بسبب نجاح الأهلي في الثأر السريع من هزيمته في كأس السوبر العام الماضي أمام الحدود بجانب الهزيمة في نهائي كأس مصر ذاك العام. في هذا التوقيت توقع الكثير أن تكون المباراة حافلة بالندية والإثارة لدوافع الفريقين في التتويج بالبطولة، لكن الوضع كان مغايرا للغاية بسيطرة شبه مطلقة للأهلي على مجرياتها وسط كبيرة من لاعب الأهلي في حسم الأمور مبكرا والإثبات للجميع أن الأحمر لن يتنازل هذه المرة عن اللقب. مر الوقت حتى انتهى الشوط الأول دون جديد يذكر، هجوم شرس من الأهلي ودفاع مستميت من حرس الحدود، إلى أن تدخل محمد بركات بتمريرة سحرية في الدقيقة 62 اصطدمت بمدافع حرس الحدود ذهبت إلى أبو تريكة المنفرد الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشباك، ليبتسم الحظ أخيرا للأهلي بعدما تخلى عنه في العديد من الهجمات
الكلمات لأحمد حسن والليبيري فرانسيس وحسام غالي. استمرت المباراة على نفس الوتيرة حتى انتهت بفوز الأهلي، فوز صنع البهجة لجماهير الأهلي التي اعتادت من فريقها الصعود لمنصات التتويج، والتي لا تقبل وجود فريقها في المركز الثاني الذي لا يختلف عندها عن المركز الأخير. زي النهاردة الأهلي يحصد السوبر المحلي. أبو تريكة، وما أدراك أبو تريكة، معشوق الجماهير الأهلوية والنجم الكبير في ملاعب كرة القدم العربية كلها كمان، محمد أبو تريكة كان أحرز هدف الفوز بهذه البطولة الغالية جدا. كل البطولات غالية جدا عند جماهير النادي الأهلي. تعال نرجع شوية كده لأخبار النادي الأهلي تاني، عشان أقول لكم كابتن محمود الخطيب النهاردة بيجتمع بالأجهزة الفنية للطائرة والسلة. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقد جلسة مع جميع الأجهزة الفنية للكرة الطائرة والسلة مساء اليوم الأربعاء داخل مقر النادي بالجزيرة. جلسة جت للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الأهلي في إنجازها، والتأكيد على الدعم الكامل لكل الألعاب لمواصلة حصد الألقاب والبطولات. محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي الأهلي قال إن كابتن محمود الخطيب بحث مع الأجهزة الفنية للكرة الطائرة والسلة ضرورة الاهتمام والتعامل الجيد مع اللاعبين في المراحل العمرية المختلفة سواء الفريق الأول أو الناشئون، والعمل على بس روح وشخصية النادي الأهلي داخلهم، وده المتعارف عليه جوه النادي الأهلي، وألا يقتصر دورهم فقط على الجانب الفني أو الرياضي، بيأكدوا على شخصية النادي الأهلي داخل اللاعبين من هو ان هو يكسب لما بيخسروا مركز. مش عايز اقول لكم بقى عاملين ازاي، فده اللي بيحاولوا يبثوه في هؤلاء الشباب الصاعد ان شاء الله والواعد باذن الله. واوضح دور النادي الاهلي في مساعده الناشئين رياضيا واجتماعيا وسلوكيا ونقل الخبرات الفنيه والتدريبيه بجانب الجزء التربوي، لا سيما الناشئون لانهم نواه الفريق الاول ومستقبل النادي في الاداره، لذلك يجب اعدادهم بطريقه جيده لتواصل الاجيال داخل النادي الاهلي مثلما هو المعتاد دائما، حتى يحافظ النادي الاهلي على تلك القيم الثابته منذ انشائه 1907. كلام مهم جدا يا جماعه، كلام مهم جدا، وهي اعداد لاعبين مميزين وكوادر قياديه على اعلى مستوى في مختلف القطاعات. يعني بياكدوا على الجزء التربوي اكبر كمان من الجزء الفني والبدني والكلام ده كله، الجزء التربوي. عشان كده بقول لكم النادي الاهلي مختلف تماما. كابتن محمود الخطيب وكل الاجهزه وكل القائمين على النادي الاهلي بيؤكدوا على الجانب التربوي في الناشئين، عشان كمان لما تكبر تعرف يعني ايه جانب تربوي، وتعرف يعني ايه سلوك النادي الاهلي، وتعرف يعني ايه شكل النادي الاهلي. الناس ساعات بتزعل النادي الاهلي ما بيطلعش يرد، بيطلعش مش عارف ايه، مش النادي الاهلي مش كده خالص، والنادي الاهلي شكله زي ما قلت لكم قبل كده، النادي الاهلي ليه شكل وليه اسلوب، يعني مش هيغيره ابدا ابدا. طيب تعال نرجع لمحمد سعيد، معاه عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه، تعالوا نشوف هيقول ايه ونرجع لحضراتكم على طول. محمد سعيد اتفضل. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، تحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي مجددا هنا من داخل فندق الاقامه. في هذه اللحظات معايا بالطبع الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه فريق النادي الاهلي هنا في بتسوانا، استعدادا لهذه المباراه الهامه ضمن مباريات الجوله الرابعه لدوري ابطال افريقيا في المجموعه الاولى. استاذ خالد الدرندلي برحب بحضرتك، والكابتن ميدو بيرحب بيك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. في البداية طمنا عن أخبار البعثة وأحوال الفريق بعد ما وصلت البعثة بالأمس في بتسوانا وخد هذه المباراة الهامة جدا، 3 نقاط مهمين بالنسبة لمستقبل الفريق في المرحلة القادمة. الفندق هنا الحقيقة المدير الفني ومدرب الأحمال كانوا حريصين على إن يبقى في يعني تمرين استشفاء بعد الرحله الطويله دي، فعملوا تدريبات اطاله وفتنس كده. النهارده الصبح اتعمل نفس التمرين تاني في جوه الاوتيل برضو الساعه 4:30، كان بعد التمرين
في الملعب. الملعب ما كانش طبعا على ما يرام، يعني مش اللي احنا كنا متوقعين يبقى احسن من كده، بس هو ده المتاح. تعاملوا مع الظروف والتمرين كان كويس. الحقيقه انا اول مره اطلع او يعني اتقابل مع المدير الفني و باتريس كارتيرو ومدرب الاحمال. الحقيقه ناس انا يعني كنت متوقع ان يبقى في نوع من الـ يعني عدم الألفة او مع اللعيبه او مع لسه مش واخدين على الجو. ناس متعاونه جدا ومتالفين جدا، والحقيقه انا سعدت بالمقابله الاثنين. يعني حاسس ان هم هيبقوا في امل كبير مع الفريق، هيدوا نتائج كويسه، عندهم طموح. حاسين احنا لسه كنا جوه دلوقتي احنا على العشاء بيتكلموا عن النادي الاهلي، ان النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا حتى وهم بره مصر. النادي الاهلي في كل حته، هم سعداء جدا بان هم يعني ضمن منظومه النادي الاهلي. عايزين يعملوا نتائج كويسه، عايزين يثبتوا لنفسهم. حاسين الاهلي ده هو اللي هيوصلهم لطموحاتهم دي. فطبعا انا متفائل جدا ومبسوط قوي من الجو. اللعيبه مركزه جدا، الماتش طبعا ماتش مهم قوي. بقول ان يعني ثلاث نقاط مهمين يحطوك على راس المجموعه، يعوضوا مش هقول ثقه راحت، ولكن في بعض اللحظات من فتره بعض الجمهور والمحبين النادي حسوا ان النادي مش هو ده النادي الاهلي، ولا بالعكس الثقه موجوده. ان شاء الله المباراه دي تعدي على خير، نرجع منصورين باذن الله. عندنا مباريات بعد كده في الدوري، عندنا مباريات في افريقيا، عايزين نكمل المشوار، عايزين نستعيد لقب افريقيا اللي احنا فقدناه. فانا متفائل ان شاء الله جدا، وبطمن الناس ان اللعيبه كمان عندها العزيمه وعندها الاراده انها تكمل المشوار بفوز، وبفوز افريقيا باذن الله ان شاء الله. طيب رحله السفر كانت طويله يا استاذ خالد، ومع ذلك تعتبر هي اقل مده سفر لرحله الاهلي من القاهره حتى الوصول للعاصمه البتسونيه جبروني. شفت الرحله ازاي والترانزيت في اديس ابابا ومشقه السفر، وكمان استقبال مسؤولي تاونشيب البياست الاهلي واذلال كافه العقبات بالتنسيق كمان مع الكابتن محمد يوسف والكابتن سمير عدلي المدير الاداري اللي سبق البعثه 48 ساعه. هو طبعا سبق البعثه دي كابتن سمير لازم، الحقيقه يعني احنا تعودنا على كده من سنوات، ان ده مهم جدا ان حد يبقى موجود، خاصه ان احنا البلد هنا ما فيهاش تمثيل دبلوماسي لينا، فما فيش حد من السفاره بينسق بيساعدك بيوجهك. فكان الكابتن سمير لازم يكون موجود. الحقيقه قام بكل الدور بتاعه على اكمل وجه. الاوتيل كويس جدا، الملعب هو ده الملعب المتاح، يعني ما عندهمش ملعب احسن من كده، لان هم كان في ملعب احسن بس ترتان، واحنا مش هنلعب على ترتان. فكان لازم كابتن سمير. الحقيقه احنا جايبين معانا الشيف بتاعنا برضو يشرف على الاكل، لان اللعيبه بيبقى عندها نفسيا كده عايزه تاكل اللحم المصري، عايزه تاكل اكل مصري. فاحنا ده كل ده حاجات احنا بنوفرها. النادي الاهلي بيحاول يوفر احسن ظروف واحسن يعني حاجه تريح اللعيبه نفسيا كمان. السفريه احنا وقفنا في اديس ابابا الساعه دي، كان الحقيقه انت كنت معانا برضو محمد وشفت منظر المطار زحمه جدا مرعب. احنا قلنا ده ولا 3-4 ساعات عشان نعدي الطابور ونوصل للجيت. الحقيقه احنا تصرفنا وفهمنا الناس ان احنا فوتنا الطياره اللي كلها ساعه، وخلونا طلعنا بره الزحمه دي، وصلنا للجيت بتاعنا، خدنا الطياره وقفنا بعد كده في فيكتوريا فولز برضو ساعه. طبعا مع القعده في طياره والمسافه طويله، فاللعيبه بتبقى راجعيه مرهقه. فعشان كده عملوا التمرين الاطالات ده امبارح بعد يعني اول ما وصلنا. الاقامه انا شايف الاقامه كويسه، ما فيش مشاكل. الاوتيل موفر لنا كل حاجه، وده طبعا اختيار برضو، ده كان من توصيات كارتيرون اللي هو عايز الاوتيل ده اللي هو نزل فيه قبل كده، نزل فيه مع مازيمبي قبل كده. فالحقيقه يعني كان اختيار موفق. كابتن سمير عرف يظبط لنا كل احتياجاتنا. على سبيل المثال يعني بعد التمرين عايزين تلج، عايزين بالكميات، بيجي لنا كل حاجه. فالحمد لله يعني احنا بنستطيع ان احنا
النادي الاهلي بنظامه بقدراته بيوفر كل حاجه المتاحه يعني. طب استاذ خالد، صباح اليوم تلقيت مكالمه مهمه جدا من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للاطمئنان على احوال البعثه ورسالته للاعبين وللجهاز الفني في هذه المباراه. تفاصيل الاتصال الهاتفي والمكالمه وما نقلته ايضا بعد هذه المكالمه للاعبين والجهاز الفني. بص، هو الكابتن الخطيب بيتصل، اهم حاجه عايز يعرف اللي احنا طالبينه حصل ولا لا، اللعيبه الاستراحه ولا لا، المدير الفني في حاجات طالبها مش موجوده يعني. ده كان طبعا اول حاجه وصلته كويس، ده امبارح كمان وصلته كويس، كل شيء تمام الحمد لله. في حاجه يعني ما فيش، كله كان ماشي كويس. النهارده طم اخترت الملعب، هتمرنوا الساعه كام، البروجرام بتاعكم ايه، في حد من اللعيبه عيان، حد يعني الحقيقه كل الحال الحمد لله كل حاجه ماشيه كويسه، فهو اطمن يعني من الناحيه دي. ويعني واحنا بننقل طبعا كل يعني كل رغبات الجهاز الفني بننقلها له، لو في حاجه محتاجينها هو في نفس الوقت بيبلغ اللعيبه شدوا حيلكم الجهاز الفني ربنا معاه، يعني الكلام الحلو ده اللي هو فعلا بيدي عزيمه وبيدي ثقه للعيبه ان احنا مجلس الاداره كله بيكلمه. والحقيقه كذا حد من مجلس الاداره كلمني يعني ناس كثيره بتكلم تطمن برضه، وهو ده النادي الاهلي. احنا اي حد فينا بيسافر كل زمايله لازم يطمنوا عليه، ولازم ودي حاجه يعني احنا متعودين عليها. طيب استاذ خالد، حضرتك سافرت يمكن سفرات مع الاهلي في افريقيا وشفت ما يحدث في القاره الافريقيه، بالمقارنه بهذه الرحله تشعر ان الظروف الحمد لله مواتيه لتحقيق انتصار مهم في بوتسوانا، العوده بثلاث نقاط؟ للعلم يمكن دي لاول مره سفريه للاهلي في بوتسوانا في المباريات الافريقيه منذ سنوات طويله، كانت دايما مباريات الاهلي في جنوب افريقيا، لكن بوتسوانا كان تحديدا منتخبنا الوطني بيجي يلعب هنا اكثر من مره. انا اول مره الحقيقه اجي، الحقيقه الظروف احسن من حتت كثيره يعني، الاقامه والتنقلات والظروف، البلد ده الجو، الجو كمان جو كويس جدا، جو بارد يعني الحمد لله. احنا كنا بنروح في حتت كثيره بتلاقي الجو حر، رطوبه، اثيوبيا مثلا ما فيش اكسجين، الدنيا صعبه، الظروف الاوتيل اقامته مش مريحه، انما الحمد لله احنا كل حاجه كويسه. لا ينقصنا بس هو يوم المباراه ان احنا نبسط ونسعد جماهيرنا ان شاء الله باذن الله، وانا عندي امل. طيب بعض الادوات الطبيه والمعدات التي يحتاجها الجهاز الطبي والجهاز البدني، شنط اللاعبين الخاصه زي مؤمن زكريا وميدو جابر، هل في اتصالات لاعاده الشنط واستعادتها خلال الساعات القادمه؟ طبعا دي عملت الاول كده يعني شيء من البلبله شويه مع، ولكن تغلبنا عليها يعني. كان في زيوت بتاعه التدليك نزلوا اشتروا النهارده، الاقماعه اللي بتتحط في التمرين بالصدفه كان حارس جايب معاه شويه زياده في شنطه ثانيه، ف يعني تغلبنا على الحاجات دي، الكور كلها موجوده، مفيش حاجه يعني كله بنتغلب عليه، لان احنا جايين في معسكر مش عايزين نفكر في السلبيات، احنا عايزين نفكر في حلول. وبعدين احنا قلنا اللي مش موجود ننزل نجيبه، احنا مش هنقعد نندب حظنا يعني بالزبط. لا، لازم نتعامل ولازم يعني نكيف نفسنا مع الواقع. والحقيقه انا مش شايف ان دي مأثره في اي حاجه، الناس كلها تعاونة، الناس كلها مركزه في الماتش يعني تركيز بجد، لان يعني مش عايزين نقول ان هو ماتش مش صعب، لا هو ماتش صعب، مش عايزين نتهاون بيه، وما نضعش في القياس او في التناسب والنسبه والتناسب ما بين المباراه السابقه بعد الفوز 3-0، لان كمان الماتش ما بعد هذا الماتش، خلي بالك ده اول ماتش للجهاز الفني الجديد خارج مصر، الفرقه فيها ناس جديده اول مره تسافر مع النادي، مظبوط، احنا اول مره نيجي البلد، ففي كام حاجه انت ضاع منك نقاط في اول جولتين، تعادل في مصر مع الترجي وخسارة مع كامبالا في اوغندا، فيعني دي المفروض ان احنا بنعوض النقاط دي عشان نرجع في مقدمه المجموعه ان شاء الله. فالماتش مهم مش سهل، والفرقه مش مهما كانت انت كسبت 3-0، ولكن انت هنا بتبتدي صفحه من اول وجديد، بتنسى اللي فات، ده ماتش من اول وجديد، فكله عايز يثبت نفسه، وكله عايز يرجع الثقه، وكله عايز يقول ان النادي الاهلي برضه في المقدمه
لان بطوله افريقيا مش سهله السنه دي. وبعدين عندنا احنا اول ما ينزل عندنا ماتش اسماعيلي فالدوري الدوري جامد برضو جامد برضو. فالماتش ده مش مجرد ثلاث نقاط وبس، لا انا شايف ان هو له تبعات تانية كتيره جدا مهمه، ونتمنى باذن الله ان احنا فعلا نرجع منصورين كده والثقه موجوده والبدايه كويسه باذن الله. طيب استاذ خالد في ختام حواري، البطوله الافريقيه هو الهدف يعني الاسمى والتارجت الاكبر لمجلس الاداره واللاعبين والجهاز الفني والجمهور واعضاء النادي الاهلي. بصفتك امين للصندوق ليس رئيسا للبعثه، العوائد المالية أصبحت البطولات الأفريقية في الفترة القادمة تدر دخلا كبيرا، خاصة أن الفائز يتأهل لمونديال الأندية هناك أموالا قادمة في هذا الملف. هذه المسألة بالمقارنة برحلات السفر وما يدفع في هذه الرحلات الأفريقية، أنا عايز أقارنها عشان المشاهد يشوف بس الأجواء الأفريقية والبطولات الأفريقية بالمقارنة بالبطولات الأوروبية. نعم الأهلي وضعه مختلف، بيفوز بالبطولة حتى إذا كانت الماديات لها وضع مختلف، لكن بصفتك أميرا للصندوق كيف ترى هذه المسألة؟ شوف هقول لك حاجة، إحنا لسه كنا بنتكلم النهاردة واحنا في الملعب بالفعل في هذه النقطه، كنت مع الكابتن سمير عدلي والكابتن محمد يوسف وبنتكلم على التكلفه لان احنا فوجئنا بان طالبين احنا طلبنا مايكروباص للاعلاميين، ففوجئنا بالفندق هنا بيقول لنا 800 دولار عشان يودينا ويجيبنا. هي البلد غاليه جدا في يوم واحد يعني ده كل يوم، فشوف قد ايه التكلفه. طبعا احنا تعاملنا، انا سبت لهم عربيتي وركبت انا مع اتوبيس اللعيبه عشان نوفر، احنا مش جايين نتمنظر والله بجد صحيح يعني، قلت لهم لا انا عربيتي كان صعب جدا سبت، وانت كنت بالفعل سبت العربيه وركبت مع اتوبيس اللعيبه وده الصح، احنا بنوفر للنادي. النهارده بجينا ما فيش بقى، خلي بالك احنا المره دي اول مره يبقى كل فريق مسؤول عن اقامته بعد تعديل لائحه الاتحاد الافريقي في البطوله. احنا كنا دايما احنا بنيجوا عندنا الضيف بندفع لهم الاقامه، واحنا بنروح عندهم بعد كده بيدفعوا لنا الاقامه، فاحنا النهارده بس يعني لا عايزين بقى سويت ولا عايزين حاجه، احنا عايزين نوفر باي ما نقدر، جايبين اكلنا معانا، حاولنا نعمل دي مع الاوتيل هنا ان احنا نخفض السعر عشان الاكل احنا جايبينه، وفعلا نجحنا في كده، احنا بنحاول نوفر اي حاجه لان السفريه بتتكلف من 2 ل 3 مليون جنيه. السفريه الافريقيه واحده، احسب تذاكر واقامه وايجار ملاعب وعربيات، الحاجات دي كلها مش سهله واخد بالك. فانت النهارده بتشوف بتلعب كام ماتش خارج ارضك، تكلف قد ايه، حتى وانت جوه مصر انت بتعمل معسكر وبتسافر اوتيل برضو للعيبه 4 ايام ولا بحاجه، يعني العمليه بقت مكلفه جدا، فلازم احنا نبص لها من ناحيه ان احنا نوفر بس من غير ما نيجي على حساب الفريق او بنوفر له كل العوامل اللي هي تؤدي للنجاح ان شاء الله. طبعا بعد كده العائد المادي اللي بيجي من البطوله انت بتاخد في كذا مرحله لازم يعوض الكلام ده، هي تدريجيه حتى الوصول للنهائي والفوز بالكاس تدريجيه، وبعدين طبعا بتبقى حاجه جميله جدا لو انت وصلت كاس العالم للانديه بتعوض لك كل الكلام ده. ففعلا احنا لازم نبص لها من ناحيه ان ده، وبعدين عايز اقول لك حاجه، احنا لو بنتكلم ماديات بقى احنا برضو بنقول ان كل ما الاهلي كسب ووصل افريقيا وصل كاس العالم للانديه كل ما عقد الرعايه بتاعك بيزيد، قيمتك التسويقيه فعلا التسويق اسم النادي الاهلي بيزيد، فهي العمليه مش مجرد ثلاث نقط ولا ماتش ولا ماتشين ولا بطوله، لا دي ليها تبعيات كثيره جدا بالفعل. فاحنا بنامل ان شاء الله كده ان احنا يعني نعدي المراحل دي ونعوض اللي احنا بندفعه وقيمة الأهلي تفضل زي ما هي في المقدمة، ونستطيع أن نعود معكم بإذن الله لللقب الأكثر تتويجا يا رب إن شاء الله بإذن الله، عندنا أمل كبير. أنا بجد متفائل جدا وسعيد جدا بالحقيقة يعني أول مرة أسافر أو أتقابل مع الجهاز الفني الجديد، ناس في قمة الاحترام والحب، اللعيبة بتحبهم جدا، في تعاون بين الفريق كله، خلية نحل يعني بتشتغل ومنظومة كويسة جدا، أنا سعيد بها جدا ونأمل بإذن الله أن يكون موفقين إن شاء الله يعني. هل تحب تضيف أي شيء في ختم هذا الحوار أستاذ خالد؟ إن شاء الله كده نتمنى بس نرجع منصورين، ودعوات كل الأهلاوية والمصريين للفريق
بالتوفيق سواء في الماتش النهارده او في المرحله القادمه ان شاء الله. استاذ خالد الرندالي رئيس بعثه النادي الاهلي وامين صندوق مجلس الاداره، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب لعائله الاهلي واسره النادي الاهلي في المرحله القادمه. الف شكر. شكرا جزيلا. كابتن ميدو، كان حوار مهم جدا مع الاستاذ خالد الرندالي رئيس بعثه فريق النادي الاهلي وامين صندوق مجلس الاداره حول كل الظروف المحيطه بالفريق هنا في بوتسوانا والمرحله القادمه وقياده فنيه لجهاز فني جديد بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون. لا يتبقى سوى التوفيق من عند الله لاحراز 3 نقاط واسعاد كل جمهور النادي الاهلي يا رب خلال الفتره القادمه. اليك الكلمه كابتن ميدو. شكرا زميلي محمد سعيد، شكرا للاستاذ خالد الرندالي عضو مجلس الاداره ورئيس بعثه النادي الاهلي. حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه جدا، يعني كل النادي الاهلي يا جماعه هو سفير فعلا النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما قال الاستاذ خالد، النادي الاهلي ليس نادي مصري بس نادي عربي ونادي ليه مشجعين في كل مكان. فعشان كده كل من يمثل النادي الاهلي فهو سفير لمصر في اي مكان بتروحه بعثه النادي الاهلي. كلام مهم جدا قاله الاستاذ خالد الرندالي، وقال ان احنا بنحاول نوفر لكن توفير ليس على حساب الفريق الاول، وكل الامكانيات وكل العقبات بنذللها عشان يلاقوا احسن حاجه يقدروا يطلعوا بيها احسن ما عندهم. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه الهامه جدا جدا. عايز اقول لكم نبعد شويه بقى، نروح لاتحاد كره القدم. يعني حازم امام بيتكلم عن مدرب المنتخب، بيقول اتمنى خليل وزيتش لكن مطالبه الماديه كبيره جدا. ما هو كل المطالب الماديه تبقى كبيره جدا بصراحه. طب تعالوا نشوف مؤتمر صحفي لاتحاد الكره النهارده، وبعد ما نشوف المؤتمر نرحب بضيفنا الكريم عادل مصطفى نجم الاهلي السابق. الظروف بتاع الفترة دي محتاجة اجتماعات كتيرة وجلسات متلاحقة. يمكن النهاردة كان في طبعا كتير جدا من المواضيع التفصيلية والإدارية جوه الاتحاد ممكن تكون مش مهمة للإعلان، لكن كان في 3 أمور رئيسية. يمكن الموضوع الأول أن منتخب كرة الصالة للشباب هيشارك، اللي هو كان صعد في التصفيات الإفريقية المؤهلة الأولمبيات الشباب. كان في كلام الأول من اللجنة الأولمبية أن احتمال أن يكون في تمثيل محدد للفرق الجماعية، فجنة كان وصل الجواب من اللجنة الأولمبية بمشاركة منتخب الصلاة، فالمجلس وافق على برنامج المنتخب وشكل لجنة من الكابتن خالد لطيف الأستاذ محمد أبو الوفا والدكتور محمود سعد عشان كل الأمور المتعلقة بمنتخب الصلاة والأمور المتعلقة ببرنامج الإعداد. نمرة 2 برضو أن مع بدايات الموسم الجديد فقرر المجلس صرف البدلات المتأخرة لمستحقات أو المستحقات المتأخرة للحكام بالأقسام، القسم الأول والثاني والثالث. النقطة الثالثة أن تم تشكيل لجنة على رأسها المهندس هاني بريدة والكابتن مجدي عبد الغني والكابتن حازم إمام. هيدعى المديرين الفنيين لأندية القسم الأول والمديرين الفنيين للمنتخبات المختلفة لعمل ندوة حوالي الدروس الفنية تحديد المستفادة من بطولة كأس العالم. حضراتكم من جديد، ده كان تقرير يعني حاجه صغيره من اللي عملها عادل مصطفى في حياته. عادل مصطفى كان لعيب عالي جدا، لعيب كده يعني ليه طابع خاص، لكن عادل مصطفى ملوش في اللي هو ان انا الجو اللي هو لعيبه الكوره اللي هم ليهم في اللف والدوران، عشان كده ما خدش حظه قوي، لكن اعتقد ان هو عمل 75% من اللي انت كنت عايز تعمله. طبعا انا بشكرك طبعا على التقديمه الجميله دي وبشكرهم على التقرير الحلو ده، بس انا في حاجه عايز اوضحها في التقرير بتاعت الاستغناء من النادي الاهلي. النادي الاهلي كان في سنه 2004 انا كنت قعدت سنه، السنه دي ما كنتش بلعب خالص، كان جات لي اصابه في سيمي فاينل كاس مصر 2003. بعد الاصابه دي قعدت 6 شهور
جالي شلل مؤقت في رجلي. قعدت 6 شهور ما لعبتش، وبعد 6 شهور دول قعدت 4 شهور اعمل تاهيل، وبعد ال4 شهور دول كان رجع مستر مانو جوزيه من الفتره الولايات الثانيه ليه، وانا ما كنتش في حالتي يعني، ما كنتش في حالتي، والنادي كان بدا يشتري لعيبه، وفي الوقت ده احنا ما كناش بنلعب صانع لعب. الفتره بتاعت مانو جوزيه الاولانيه كنا بنلعب 3-4-3، كان كلها يا اما 2 ديفندرز يا اما ايه 3 ايه الصراع اللي قدام. ما كانش في صانع لعب. صانع لعب شويه اتخلق لما وتريكا رجع، بدانا نلعب بده. فانا كان دوري كنت انا متصنف في الفتره دي خط وسط مدافع، والنادي الاهلي بدا يشتغل، كان حسن مصطفى رجع وكان شوقي موجود وكان عاشور لسه طالع. فانا كان في اتفاق بيني، وكان كابتن خطيب كان موجود في الوقت ده، وهو كمان حتى يعني شل الموضوع ده يعني. ان انا رحت قلت له كابتن انا مش هقدر العب، وكابتن ثابت كان موجود الله يرحمه، قلت له انا مش هقدر العب، انا عايز اخد فرصه ان انا العب، وانا مش يعني هقعد في الاهلي، هفضل قاعد فتره طويله. حتى كان في اتفاق يعني، حتى انا الوحيد اللي مشيت في الفتره دي بدون مقابل. يعني كل الناس ماشيه بفلوس، انا اللي كان في اتفاق بيننا ان انا عايز العب، وانا يعني ما كانش واضح ان الفتره دي انا هلعب ولا مش هلعب. بس كان في اتفاق، ويعني الحمد لله يعني طلعت بشكل كويس، ما كانش استغنى يعني. في ناس كتير جدا، ناس قريبه مني بس هي اللي كانت عارفه الموضوع ده. وانا كانت فيها بعد كده في مع يعني في حلقات على بعد مثلا حوالي 10 سنين او 12 سنه. انا اول مره اعرف القصه دي. بس فدي برضو نقطه كنت عايز اوضحها يعني. انا اول مره اعرف القصه. انا يعني من اللعيبه اللي انا بحب كنت اتفرج عليها كمان في انبي لما خدت حريه بقى مكاني، لعبت في مكاني الحقيقي. ان الاهلي برضو كان ثقه تاني، كنت بتعمل حاجات. افتكر لك جون كان يعني كان انبي محتاج ان هو يكسب، لو تفتكر الجون ده، وانت جبت جون من شوطه. افتكر الماتش ده كنت مباراه الجيش نص ملعب. ايوه بالظبط، كان هدف كان مغلوبين كان حاجه جميله جدا. ربنا يا رب يكرمك في اللي جاي ان شاء الله، وانا متاكد انت تبقى مدرب كويس قوي كمان. ربنا يخليك، خصوصا في حاجه انت بتحبها. بحبها، وانا الحمد لله يعني لما بعمل حاجه ببقى مركز فيها قوي. يعني لو مش هعرف اركز فيها مش هعملها، يعني مش هشتغلها. يعني انا راضي ان انا موجود في الجهاز في النادي الاهلي في قطاع الناشئين، مع اني اخذت خدت 3 سنين قبلهم في درجه اولى. ولكن برضه انا يعني فكرت اخد التجربه الواحده ان ابقى مدير فني، حتى عشان بعد كده لما اشتغل مدير فني ابقى اخد التجربه. طبعا موضوع مختلف. وبرضه احنا في نقطه احنا في مصر شويه يعني غافلينها، انك الناس عايزه توصل بسرعه، دي حاجه مش يعني مش عيب انك توصل بسرعه، دي مش عيب، ولكن انك تتاسس هو ده المهم. انا الحمد لله يعني ال3 سنين اشتغلتهم مع كابتن محمد يوسف فرقوا معايا جدا، طبعا بشكره على ال3 سنين اشتغلتهم معاه. اخ قبل ما يبقى مدير فني، اخ اكبر، جميل قوي، شخصيه جميله وشخصيه محترمه. كان هو كابتن سيف عمر. بصراحه استفدت منهم جدا. 3 سنين فعلا. انا كنت يعني عارف، لو انت بتفكر ترسم حياتك ان انت تشتغل مع ناس يعني تاخد منهم حاجه، ما كنتش هرسم حياتي كده. لا 3 سنين، وثلاث سنين في مستويات عاليه يعني. كان في منهم سنه في الدوري العراقي، فرقه بتنافس على الدوري لغايه اخر يوم اخر اسبوع او اخر اسبوعين. وفي مصر برضو بتروجيت كان فيه برضو فرقه من فرق تقيله في الدوري. فالحمد لله يعني كانت بدايه ليا كويسه. اكيد طبعا 3 سنين خبرات كبيره جدا. لكن انا بتكلم على ان انت بتبقى صاحب القرار طبعا، بتبقى صاحب مختلف. الفكر مختلف، بتبقى صاحب الفكر نفسه. اكيد انت كلنا اشتغلنا مدربين، اشتغلت مدرب عام واشتغلت مدرب واشتغلت في قطاعات ناشئين. لا الموضوع انت عارف دايما هتحترم راي المدير الفني بتاعك، مش هتقدر تغير فكره غير عارف في حاجات بسيطه قوي طبعا. لكن انت عندك اسلوب، عندك شكل، عايز طريقه لعب معينه، عايز لعيب مثلا تعمله في مكان تاني، كل ده هتلاقيه في حريه، عندك حريه شويه. بالظبط. بصراحه انا كان جاي عروض اصلا قبل ما يعني قبل ما موجود في القطاع. كان جاي عروض امسك فرق درجه ثانيه مدير فني. وكان جاي كان بيجي لي عروض وانا شغال مع كابتن يوسف اصلا في بتروجيت. واول ما رجعت من العراق، وهو في حاجات كان عارفها وفي حاجات ما يعرفهاش، فمش لازم كل حاجه يعني يعني طالما خلاص حاجه مش هاخد فيها خطوات. ما بحبش انا اعمل ضغوط على حد وانا شغال معايا بس. وحتى الفتره اللي انا جات فيها الاهلي دي انا كان جاي لي عروض ان انا اشتغل بره. وبصراحه وكنت ميال لده، بس في ناس يعني في 2 ليهم يعني ليهم معزه كبيره عندي واصحاب قرار في حياتي. كابتن عبد الصديق ومين؟ وكابتن حمد يوسف. هم بصراحه يعني ليهم دور كبير ان انا موجود في القطاع. الكابتن عبد الصديق عامل مشترك بيننا، خلي بالك. معاه مشترك مع ناس كتير قوي. صراحه راجل محترم. ده حاجه تحفه. ومثال يحتذى بيه في اذا كان في الشغل او بره الشغل، اذا كان على المستوى الانساني يعني، واذا كان في شغله راجل فاهم شغله. طالما انت فتحت السيره بقى بتاعت الكابتن عبد الصديق، يعني للاسف هو راجل عديم الحديث في الاعلام.
مش هقول قليل الحديث، مش عشان كده، عشان كده دايما مش واخد حقه. بس خد بالك، هو مع الوقت احنا برضه اتعلمنا حاجات، اتعلمنا حاجه ان انت مع الوقت ممكن تكون ما بتاخدش حقك على طول، بس على المدى البعيد بتاخد حقك، ربنا بيرجعه. بتاخد حقك بالزبط. و بدليل ان كابتن علاء موجود في في لجنه الكوره ومع الكوكبه الكبار، النجوم الكبار اللي موجودين، فدي حاجه حق ليه. وطبعا كابتن يوسف، طبعا كابتن يوسف ليه دور كبير ان انا موجود في القطاع، وان انا بصراحه ما كنتش عايز اخد الخطوه ان انا اشتغل مدير فني في الناشئين، ولكن يعني كله انا ده بيتي وانا طبعا مقتنع بده، ولو مش مقتنع يعني مش هاخد الخطوه. لا مقتنع، بس لما اتنين كبار يزكوها لك كمان بتبقى الامور بتبقى فيها احسن شويه، بتبقى انت مستريح نفسيا يعني. اكيد التسكيه في محلها عادل، لان انا كمان عارف شخصيتك. الدرجه الثانيه محتاجه حد تاني خالص غير شخصيتك، غير لما تروح بقى وانت عارف كل خباياها. يعني طبعا ما تغامرش. انا موافق. دي حقيقه. يعني كلمني عن 2003، كلمني عن الاختبارات. انا عارف كان توقيتها كمان صعب جدا، الجو كان صعب جدا، اعداد كبيره جدا. لازم تشوف اللعيبه كلها عشان ما فيش لعيب يطلع من تحت ايديكوا. بصراحه يعني انا بشكر كابتن فتحي مبروك، الراجل بصراحه بيجتهد في الاختبارات دي، اجتهد فيها اكتر مننا. وانا كابتن فتحي على المستوى الشخصي، بعيد عن التدريب وبعيد عن هو رئيس قطاع ناشئين في الاهلي، هو انا ليا موقف معاه كمان من احلى فترات حياتي كانت في النادي الاهلي، كانت مع كابتن فتحي مبروك. الفتره ما بين لما امبي كسب الاهلي في الدوري في اخر مباراه، انت كنت موجود في امبي؟ مش فاكر. كنت موجود في امبي اكيد طبعا. واحنا خسرنا المباراه دي، وبعدها جه على طول كان جه كابتن خطيب مشرف عام على الكوره، كان هو اللي مسك الفتره دي، وكان معاه كابتن فتحي مبروك. عايز اقول ان احنا لعبنا معاهم 8 ماتشات او 9 ماتشات، من احلى ماتشات ليا في الاهلي، يمكن دي اكتر فتره انا كان ليا بصمات فيها في النادي الاهلي. فعلا يعني لعبنا، انا كنت بلعب باك رايت وكنت كل ماتش بجيب جول. كنت لعبنا في افريقيا سجلت، لعبنا في كاس مصر، لعبنا 3 ماتشات في افريقيا او 4 ماتشات، ولعبنا 3 ماتشات في 4 ماتشات في كاس مصر. من اول دور ال 16 لغايه دور لغايه الفاينل كنت بادي بشكل كويس جدا. وكلنا كنا بصراحه كنا عندنا حاله فوقان رهيبه. فكابتن فتحي الفتره دي هي من الحاجات اللي كانت اللي يعني انا ليه فضل عليا طبعا في الفتره دي بعد ربنا. هو كابتن خطيب في الفتره دي. ان انا الفتره اللي قبليها كنت لعبت ماتشات كتير في السيزون ده، بس اخر 6 ماتشات اخر 7 ماتشات كنت بعيد خالص عن الصوره. بس هم رجعوا يعني عملوا يعني صحه ومسار شويه، والدنيا كانت ماشيه كويس. فانا على المستوى الشخصي هو حد من الناس يعني بعامله زي والدي. ولكن هو كمان على مستوى العمل لا، هو راجل مجتهد جدا، بيحاول يعمل كل حاجه بنفسه، بيحاول يبقى كل كبيره وصغيره موجود فيها، في اختبارات موجود قبلنا. يعني مش عايز اقول حاجه يعني قبل كده، بس هو بالنسبه له هو لا كان موجود، وراجل بيبقى موجود قبلنا وموجود في الملعب. يعني اي حد ممكن يبقى في مكانه، ممكن يبقى في المكتب يجي له تليفون، لكن هو راجل موجود وبيروح بنفسه. مدربين كمان موجودين. في نغمه احنا كنا بنسمعها على طول، ان في ولاد بيتظلموا او ما بتشافش في الاختبارات كويس. لا، تنظيم الاختبارات كان ماشي بشكل كويس جدا. كويس. عدد المدربين على كل ملعب كان كبير مش صغير، فانت بالتالي الانتقاء بيكون بشكل جيد. ما اعتقدش ان في حد اتظلم خالص. ولو اتظلمت، مش عايز اقول لك لو اتظلمت مره، لا يعني لو حاجه عدت منك بتبقى حاجه يعني ممكن تبقى وجهه نظر، ممكن يبقى المدرب اللي واقف اللي بيختار ممكن يبقى عنده وجهه نظر، او المجموعه كلها عندها وجهه نظر في ان ده مش غير مناسب. ولكن وارد ان يقع منك واحد ولا اثنين في 30 ولا 40,000 في 40,000 واحد او 30، رقم كبير يعني. بس في الاختبارات انا بالنسبه لي يعني انتجت لنا اثمرت بعدد كبير. كم لعيب يعني مثلا 2003؟ لا انا جالي ناس كتير من الاختبار، جالي حوالي اللي انت طلعتهم. اللي طلعتهم حوالي 30 ولد. جاي 30 ولد طلعتهم وصفيت منهم برضه، عشان انا عندي في القايمه برضه. ايه؟ مش بقول لك، اصل انا عارفك يعني، انا 30 كتير خلي بالك، بس انت مش عايز تسيب حاجه تعدي من تحت ايديك. لا مش عايز اسيب، ما بسيبش. و30 بص خد بالك برضه، انا شويه معذب الجهاز اللي معايا شويه. انا باجي في وقت مختلف عن التمرين، وقت تمريني باجي قبل التمرين بساعه او ساعه ونص. بنقعد في الشمس من الساعه 1 او الساعه 9 ونص بنفضل قاعدين. وبصراحه انا الجهاز بشكرهم يعني، بشكرهم ان هم يعني
متعاونين معايا ومستحملينني بس احنا عشان بتاع. عشان نتعب يعني بنتعب عشان ننتج في الاخر طبعا اكيد ولو طلع لي في الاختبارات دول لو طلع لي 5-6 لعيبه كويسه جدا يبقى دي اضافه ليا على اللعيبه اللي موجوده فاعتقد لا اثمرت لنا بشكل كويس يعني من 30 واحد عادل مصطفى بيقول من 30 واحد لو طلع 5-6 مع ان 30 واحد هم كويسين يعني هم كويسين هم كويسين وال 30 واحد كويسين وفعلا انا بقول لك لما باجي امشي واحد تضحك اصل انا حصل معايا كده كابتن امام يقول لي 30 واحد يعني انت كتير كنت بقى انا بختار 30 20 40 في ناس بتحب تريح نفسها وتختار من بدري بس هو خد بالك برضو لما يكون عندك لعيبه كويسه كتير وتشوفهم عدد قليل المرات في حد بيتظلم منك بالظبط لكن لما تشوفهم وقت كبير بالزبط. انت هتتعب شويه بالزبط. بس هتبقى انت نفسيا مستريح وكمان استفاده ليك انت كمان انت محتاج ان انت تاخد لعيبه كويسه انت برضو موجود في مكان انت محتاج تجيب لعيبه كويسه مش محتاج بس تسمع لعيب كويس محتاج تجيب ان يبقى عينك كويسه دي اعتقد ان هي تبقى اهم من ان انت هتعمل لعيب بس كم واحد انت من جواك كده قلبك فرح لما شفتهم لا عندي 6 وانا قلت هم عندي 6 لو الجداد لو موجودين يعني لو ان شاء الله يبقوا موجودين معانا ويبقوا اضافه كويسه للفرقه احنا برضو انا قائمتي عندي 40 ولد انا متأيد عندي 32 ولد من السنه اللي فاتت وبرضو هنعيد برضو التقييم ان احنا برضو الوقت اللي اخدنا فيه الفريق برضو كنا متاخرين شويه والقوائم كان يوم 30/6 واحنا كنا استلمنا الشغلنا 28/6 فانك تشوف اللعيبه وتايدها دي موضوع كان صعب شويه فبالتالي كل الفرق ايدها على السيزون اللي فات ومع الوقت تبدا تشوف تعيد ترتيب الورق بتاع فرقتك وتشوف مين الاصلح مين الانسب ان يكون موجود في النادي الاهلي بناء على وجهه نظر المدربين اللي موجودين بدون مجاملات وبدون اي حاجه وان شاء الله نحاول نعمل حاجه كويسه انت معاك كمان سن ايه يعني صعب على حافه لهوي هو ده على حافه سن لهوي ده سن البلوغ كمان بالظبط ان انت ممكن تلاقي ولد جسمه صغير وكمان 6 شهور تلاقيه اختلف تماما حصل له طفره في جسمه بالظبط فهي موضوع صعب شويه وعشان كده الفرقه متقيد فيها عدد كبير ان في ولاد كتير اجسامهم صغيره فانت مع الوقت ممكن تمشي حد فيهم ولعيب كويس وبعد 6 شهور تقابله بيلعب قدامك في نادي كبير لعيب جامد طبعا انت عينك على اللعيب المهاري اكيد نمره واحد لا المهاري واللي عنده بص هي كوره مش مهاره بس سرعه اكيد سرعه وقوه مهاري وعنده قلب عنده روح روح المكان برضه روح الفانيلا الحمراء دي مش نغمه ومش حدوته دي حقيقه انت ما كل الناس اللي دخلت النادي الاهلي كانت داخله عشان هي عندها قلب وحابه المكان وحابه النادي حتى مهما كنت لعيب كويس في انديه عندها لعيبه كويسه بس ما عندهمش قلب كتير ده اللي بيفرق بين اللعيب الدولي ولعيب كبير بالظبط وعن اللعيب الكويس بس هو ما عندوش قلب ما عندوش شخصيه البطل لا شخصيه البطل بتفرق الشخصيه في اللعيب انت ممكن تشوف اثنين ولدين صغيرين يلعبوا قدامك ولد هايل ولد تاني اثنين زي بعض بس اللي بيرجح التاني واحد عن التاني ان هو عنده شخصيه عنده شخصيه بطل ما بيخافش ممكن تحت الضغوط اللعيب التاني ده ما يبقاش يديك 40% من مستواه اللعيب التاني ممكن يبقى اقل سنه صغيره بس يديك 90% من مستواه فبالتالي انت بتاخد اللي عنده شخصيه هتعمل معاهم يعني ديل ان احنا هنلعب بطريقه معينه وهيبقى لنا اسلوب معين ولازم كله يدخل في الاسلوب ولا هتفكر ان انت تكسب باقل الطرق لا بتوع الاختبارات دلوقتي عندهم اسلوب لا انت بالظبط انت يعني في يعني بتوع الاختبارات اللي جولي دلوقتي عندهم اسلوب اخدوا اسلوب جميل ما بالك بقى بتوع الفرقه لا طبعا لازم يبقى انا بفرح قوي والله العظيم لما بسمع الكلام ربنا يكرمك والله بجد بس هو فعلا ده مهم انك بص انا مش فارق معايا ان انا في انديه او في مدربين بيفكروا ان هو ياخد بطوله ياخدها ازاي مش مشكله بس ما بيصنعش لعيب ما بيديلوش الحجم ال 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 الكفايه بتاعته في التدريب ما بيديلوش حاجات تخصصيه ما بيديلوش حاجات يعلمه بيها ممكن يجي لغايه 17 سنه 18 سنه هو واخد 8 بطولات 9 بطولات مش هياخد تاني بس هو ما اتعلمش حاجه غير ان اللعيب لما بتاسس كويس لما تاسس لعيب كويس انت بتاسس لعيب لمكان مش طبعا بتحط له روح البطوله ان هو لازم يبقى عنده لازم ياخد بطوله بس في نفس الوقت برده لازم تبقى ماشيه في اتجاه تاني مع ان انت بتعلم اللعيب كويس مش مجرد ان هو بطلع ماتشات بلعب طويل وبخبط اجيب جول لعبنا 18 سنه كنا بنلعب درجه اولى فاعتقد الثلاث سنين دول حاجات يعني حاجه مهمه حتى انا كمان في شغلي ما بعملوش ان هو طفل بعامله في شغله الجانب البدني طبعا براعي فيه ان هو لسه المرحله السنيه بتاعته ولكن الجانب المهاري والخططي بديله حاجه بتاعه لعيب متقدم لعيب بيلعب 17 سنه 18 سنه
فاعتقد ان يعني ان شاء الله ممكن الاولاد يحصل لهم طفره في أكيد. الفتره الجايه وهم يشربوا اي حاجه تديها لهم خلي بالك السن ده بيستوعب بسرعه جدا ولو هو حابب مدربه لو هو حابب كمان مدربه بتفرق كتير جدا أكيد. ولو حابب مقتنع يعني أكيد. بيبقى شايف مقتنع بمدربه يعني. اكيد يعني برضو قول لي كلمني عن الجهاز المعاون اللي معاك انا معايا كابتن محمد سماره ده برضو لعيب سماره ده كان معايا في بطوله اسيو ايوه لعيب كان لعيب ناشئ الاهلي وكان لعيبه مميزه جدا في الاهلي وكان عنده مشكله ان هو مش مصري فكان عنده مشكله ان هو وجوده في النادي الاهلي كان هو محترف قبل ما يبقى الفلسطينيين بيتعاملوا زي المصريين يعني فكان عنده مشكله في دي ولكن هو كان لعيب كويس جدا وبترق اسيوط ولعب بتروجيت شويه ولف لفه كويسه لعيب كويس مقاولين فلعيب عنده باع كبير في وده مبسوط وهو على مستوى الشخص كمان احنا اصحاب يعني جميل وهو كمان يعني حابب انه يبقى موجود وبيذاكر واي حاجه مثلا بطلبها منه فيها التعاون بينا بيعملها كمان كابتن محمد احمد ماهر كابتن احمد ماهر شخصيه محترمه جدا وبرده هو عنده شغل اوريدي هو كان شغال قبل كده فعنده شغل وبيعد بشكل كويس وكابتن بهاء جمال مدرب الحراس ده الوحيد اللي كان موجود في الفرقه الفاضل من السنه اللي فاتت وبرده الولاد علاقته بالولاد كويسه جدا عمل تطور كبير جدا الولاد السنه اللي فاتت انا في ولاد كنت شفتهم قبل ما اخرج من القطاع من 3 سنين لا الفتره فاتت لا غيرهم بس كابتن سعيد فتحي اداري دكتور هشام دكتور طبيب ومعايا كابتن احمد ممدوح اصابات ملاعب بس ده الجهاز بتاعي وطبعا كابتن فتحي ابو روك رئيس قطاع رمزي رفاقه كانت ناجحه جدا اعتقد برضو ان هو بقى اضافه كبيره للقطاع بص عايز اقول لك حاجه من افضل الحاجات اللي حصلت انك خلقت البوزيشن ده المكان ده ما كانش موجود قبل كده كان في نائب رئيس القطاع ولكن برضو احنا برضو بندخل قطاع ناشئين رئيس القطاع ده ان هو حاجه اداريه حاجه عنده مكتب وبيتعامل عليه طبعا كان فتحي ما بيتعاملش بالشكل ده بينزل ملعب وبيشوف كابتن هاني رمزي اعتقد ان هو اضافه كبيره جدا عنده كم خبرات كبيره جدا كلاعب وعنده خبرات كبيره كمدرب يمكن انا شايف ان هو من المدربين اللي اتظلموا جوه مصر ان هم بيشتغلوا هو مدرب بيشتغل واحنا برضو في مصر في الانديه الثانيه غير الاهلي والغير يعني مش عايز اذكر اسماء انديه ولكن احنا الشغل في الاهلي جوه الاهلي بيبقى ليه مختلف وانت عارف انت بتعمل ايه وما بتعملش حسابات ثانيه ما عندكش حسابات ثانيه تعملها يعني وانت شغال ما بتعملش حسابات عشان انت الشغل ده هتعمل حد هيقول لي حاجه او حد هيحاسبني بطريقه مش مناسبه لا مختلف انا شايف كابتن هاني رمزي من الناس اللي اتظلمت راح انديه ممكن يكون ما كملش فيها كتير ولكن هو شغله كويس انا بالنسبه لي شفت حاجات كتير مش هقيمه ولكن انا شفت طريقه شغله وبيشتغل بشكل احترافي كبير جدا وده مش ممكن يكون ما كانش مناسب لبعض الانديه اللي هو مسكها فانا شايف ان هو اضافه كبيره للقطاع انا كمدرب هتعلم منه اكيد واسم كبير كابتن هاني رمزي برده لعيب دولي ومدرب منتخب اولمبي في اولمبياد ومسك انديه كتير في مصر فاعتقد ان هو عنده كم شغل وعنده خبرات ممكن ينهي لنا يعني طالما اتكلمنا عن هاني رمزي المنتخبات انا مش هقول لك ايه رايك في المنتخب الفتره اللي فاتت عشان اعرف رايك ايه المدير الفني للمنتخب اللي هو يا رب احنا مستنينه كلنا يعني مستنينه كتير لا هو شايفه ازاي هل عندنا احنا امكانيه ماديه لاستخدام مدرب باسم كبير بفكر جديد ولا المدرب اللي يتم اختياره يبقى شكله ايه؟ لا الامكانيه الماديه انا شايف ان هي موجوده ولو حد قال ان هي مش موجوده يبقى في حاجه غلط. طب يعني كم الرعاه اللي موجودين دول مش تقدر تطلع مرتب كويس راتب كويس للمدرب مدير فني اجنبي يعني كم الارقام اللي احنا بنسمعها في مصر دي ما اعتقدش ان انت يعني ما عندكش فلوس تجيب مدير فني اجنبي ولكن ايه المعايير اللي اخترع بيها المدرب؟ المعايير ايه؟ اختار مدرب اسمه كويس جدا مسك مثلا واخد دوري ايطالي مثلا واخد دوري الماني واخد دوري اسباني المدرب هيبقى اكيد مدرب كبير ولكن هو ايه خبراته في افريقيا؟ ايه خبراته ان هو يبقى موجود انت برضو ثقافتك مختلفه عن ثقافات الناس يعني عن اوروبا وعن شويه امريكا اللاتينيه
صعب صعب ان انت تجيب حد ما اشتغلش في افريقيا وتقول له انت شايف الموضوع ده بيفرق؟ طبعا طبعا لما تجيب مدرب اشتغل, يعني هيرفي رينارد دلوقتي بقى له كام سنه شغال في افريقيا؟ كتير, ماسك زامبيا, ماسك كوت ديفوار, ماسك المغرب, كل الفرق اللي مسكها عمل فيها طفره كبيره جدا. زامبيا اخذ معاه بطوله, كوت ديفوار اخذ معاه بطوله, المغرب احسن فرقه في افريقيا ادت في المونديال اللي فات والناس كلها يعني رفعت لها قبعه, خارج في طيب ما خرج قدم كره يعني كقدم رائعة. كره عالميه كمان, ما هو بقول لك قدم كره عالميه. ولو شفت النقط الترتيب اللي في المجموعه, برتغال اسبانيا ايران المغرب 4-4-3-3, يعني الفرقتين اللي صعدوا اربع نقط بالظبط بالظبط, وكمان ايران كانت اربع نقط كمان مقرر معاهم بس فرق المواجهات المباشره, والمغرب ثلاث نقط, يعني انت كمان خارج رافع راسك, يعني انت ممكن نتيجه مباراه, اعتقد نتيجه مباراه ايران اللي هم خسروها بهدف هدف في نفسهم دي في اخر دقيقه ثانيه, اعتقد ان نتيجه المباراه دي كانت فرقت معاهم. هم ند اسبانيا, ند البرتغال, كانوا اقرب من ايران, هم فكره مقنعه وفكره مقنعه. فانا شايف انك لما تيجي تختار, خد بالك ممكن ابقى انا السي في بتاعي كبير جدا ومدرب كويس جدا, بس مش مناسب لفرقه معينه, يعني انت ما ينفعش تجيب واحد من افريقيا تقول له لا روح امسك في اوروبا, صعب. لا دي استحاله, انا معاك, مش عشان احنا اوروبا وافريقيا, يعني مش احنا هم احنا اقل, لا انت ما تعرفش ثقافته, انت ثقافته الامور مختلفه شويه, واحنا اقل, ما احنا اقل, انا بس عايز اخرج حته ان احنا اقل. بس الثقافه مختلفه, انه يبدا يتعامل مع لعيبه في ليفل معين دي مهمه جدا. فانا شايف ان رينار كان انسب واحد انه يجي, ما اعرفش طبعا بيقولوا يعني ماديا اليابان كانت عارضه اكتر, اكيد هيجي له عروض كبيره جدا, هيجي له طبعا, بس انت كان تقدر اجواء كمان, يعني خلينا نكون واقعيين, لو جاله منتخب ياباني, جاله منتخب اوروبي, مش هيجي له اوروبي, اعتقد ما اعتقدش, لو جاله اوروبي هيجي له برضه يعني ليفل يعني ثالث او رابع. بس انا عايز اتكلم معاك في نقطه معينه, لان انا ضد الفكره دي, ان انا اجيب مدرب عنده درايه بالكره الافريقيه, انا ضدها بصراحه. ليه؟ عشان انا عايز اجيب مدرب يعمل لي كوره جديده هنا, يعمل لي كوره عالميه هنا, يعمل لي فكر جديد, يعمل لي اسلوب, يعمل لي منتخب يبقى عنده استراتيجيه, عنده خطه 3-4 سنين, فمش لازم يبقى عنده خبره افريقيه, بدليل ان انت قلت رينارد قدم كوره افريقيه بشكل عالمي. تمام, يعني هو ما عندوش خبرات عالميه, ما مسكش منتخبات اوروبيه. تمام, لكن قدم كوره لان الراجل عنده فكر, بس هو ده الاساس. بس اخد خبرات خبرات افريقيا. يعني رينارد, انا افتكر وانا في ام بي كنا عندنا مباراه مع بطل زامبيا, بطل زامبيا ده كسبناه في مصر 4-0. الدور المباراه العوده الاتحاد الزامبي خلى رينارد يمسك الفرقه اللي بتلعبنا, اتغنى 3-0. طبعا مش عشان هو, لا بص, هو اضاف يعني عمل عمل لهم روح جديده, خلى لهم روح جديده, دوافع جديده, لعب, شاف اكيد, اتفرج على الفرقه وشافها اكيد, فمش منطقي ان فرقه تكسب 4-0 وتروح تغيب 3-0 بالظبط. طبعا كان يعني اعتقد كابتن انور في الوقت ده كان مريح ناس كتير فينا, ولكن لا, الفرقه كان شكلها مختلف, خلاص بقى كسبنا 4-0, فكان شكلها مختلف. فانا انا 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 مع المدرسه دي. انا بص, خد بالك, برادلي لما جه مصر ولكن في ماتشات كده خسرها في التصفيات, لو هو عنده خبرات من بدري في افريقيا كان فرقت معاه, ومع قوه غانا. والمره دي انا شايف ان احنا صعودنا كان لضعف منتخب غانا مش لقوه منتخب مصر. لا لا, انا معاك جدا. انت ضعف كل المنتخبات, انت خسرت ماتشات, فعلا دي حقيقه, انت خسرت ماتشات كتير جدا, وبالتالي وفي نفس الوقت برضو فرقه غانا خسرت ماتشات هي رايحتك, فانت برضو انا شايف التجربه مش صعدنا وكل حاجه والناس اسوا فتره لمنتخبنا اساسا, بس انت بالارقام انت ناجح, ودي حاجه تحسب لهم طبعا, تحسب لمستر كوبر. اتكلمت انا وانت في بدايه الكلام فيها على المدربين, ازاي نعمل بطولات وازاي نعمل فرقه, الاثنين مع بعض. ايوه, بس انا اعمل فرقه الاول, ان انا اعمل اساس الاول, لكن بالزبط. انا اشتغل ان انا احقق ارقام, ده اللي احنا اتكلمنا فيه. فانا شايف ان من يعني خليل زيتش ده, انا شايف ان هو الوحيد اللي انا شايف ان هو اقرب واحد. انا بقول لك عنده مطالب ماديه كبيره جدا, ما فيهاش مشكله. بص, حازم امام قال رفعنا المطالب الماديه بتاعتنا, رفعنا العائد المادي بتاعنا ورفعنا مش عارف ايه, لكن هو برضه ايه المشكله؟ بص, لما تجيب واحد عنده خبرات الحاجه اللي انت بتشتغلها, غير لما تجيب واحد لسه هتجرب فيه. يعني مثلا انا كنت شايف برضه رانيري برضه كان مرشح,
رانيري ايه خبراته بافريقيا؟ مدرب كبير طبعا وكل حاجه، بس برضه في الاول وفي الاخر هيجي يتعامل مع ناس هيقعد حوالي سنه او سنتين يقعد يعرفهم. هيبقى في تكيف بين ثقافته وثقافه المصريين، هتاخد وقت، فالوقت ده ممكن تلاقيك الدنيا انت هربت منك في الوقت ده. فانا رايي ان انت لو هتجيب مدرب اجنبي لازم تجيب حد اشتغل افريقيا كويس واشتغل وعنده خبرات عاليه وعمل انجازات. انت ضد المدرب المصري؟ لا مش ضده خالص. والله انت كل الانجازات انت عملتها بمدرب مصري، بس انا عايز انجاز عالمي عادل. انا العالمي ايه اللي هو ايه؟ انا اروح كاس العالم. ما انت رحت كابتن جوهري. لا انا قصدي الناس يقولوا دي فرقه كوره عندها شخصيه عندها اسلوب. الانجاز انك تصعد ولا الانجاز انك تعمل حاجه؟ برضو خد بالك احنا برضو لازم نرتب. انت قول لي انت رايك. لازم لا انا لازم نرتب الطموحات. وما ينفعش ان انا اجي اخلق طموح وقتي. ما ينفعش النهارده وانا قاعد معاك على الهواء اقول لك انا ميدو بصراحه نفسي اقدم برنامج ده. بالظبط ما ينفعش. انا جاي النهارده ضيف هتعامل كضيف واقعد فتره طويله لغايه ما اعمل برنامج. احنا برضو عندنا كده، احنا عندنا كده في كاس العالم. احنا بعد ما رحنا كاس العالم قعدنا نتصور وقعدنا نعمل حاجات واعلانات والدنيا دي كلها، ولما رحنا كاس العالم قلنا يا جماعه احنا لازم نلعب بقى كويس ولازم، عشان كان هدفنا في الاول ان احنا نصعد كاس بس العالم. انت كان عندك هدف واحد، فانت لازم تبني على الهدف ده. انت كنت محتاج بس الناس كانت مطالبه، انت الناس كانت بتطالب الجهاز الفني انه بس يلعب ماتشات كويسه. لا طلبت نتيجه ولا طلبت حاجه، بس احنا سقف طموحاتنا زاد ان احنا لازم نصعد. احنا لازم نصعد. هو مصدق يسمع كده بس. فانت اللي جاي انت خد بالك اللي جاي عنده مهمه اسهل شويه من اللي فاتت. ان هو بقى في فرقه مبنيه دلوقتي، انت عندك هيكل فرقه دلوقتي معدل اعمار مش هيعدي 27 26 سنه، ولما وللمونديال الجاي اكبر ناس في الفرقه هيبقى مثلا صلاح وحجازي والنني، هتلاقي عندهم 30 سنه. فانت الرقم مش كبير. هيبقى عندك لعيبه عندها 30 سنه وده شايفه معدل كويس، معدل. وفي لعيبه عندك اصغر منها بقى، عندك صلاح محسن طالع وعندك عواد وعندك لعيبه كتير، عندك قوام للمنتخب ممكن تقدر تشتغل عليه كويس. غير دلوقتي دلوقتي انت ممكن يكون عندك معدل اعمار كان عالي شويه، لكن الفتره الجايه انت عندك فرقه جاهزه. هتشوف لهم ماتشات كتير جدا، هتقدر تدخل عناصر معينه تدخل عليك. فاعتقد ان الامور اسهل شويه من الفتره اللي فاتت. سؤال يعني نرجع بيه شويه ورا، بس انا عايز اساله لك. كان نفسك تشوف مين من اللعيبه في كاس العالم؟ كان نفسي اشوف مين مصري؟ حسام غالي طبعا. نشوف حسام غالي. وحسام اتظلم، وخد بالك يعني مش عشان حسام صديقي ولا حاجه، حسام اتظلم في حاجات كتير. فحسام كان نفسي يبقى موجود في كاس عالم. كان نفسي في لعيبه كتير كان نفسي تبقى موجوده، بس وكان ليها كان ممكن يبقى ليها دور. يعني شايف حسين الشحات كان ممكن يبقى ليه دور، صلاح محسن كان ممكن يبقى ليه دور. فظل ان انت رحت البطوله بفرود واحد، رايح بمهاجم واحد صريح وما عندكش فراول تاني، ما عندكش سرعات. صلاح محسن عنده سرعات عاليه جدا. مش عايزين نقول ان هو كان لسه صغير، فكنت ممكن تاخده من بدري، كنت ممكن من بدري تبدا تاخده، ممكن يعمل حاجات كتير قوي. يعني في لعيبه كتير ممكن تبقى متوقعه. عواد ممكن يبقى موجود الفتره الجايه بشكل كويس. يعني في لعيبه كتير يعني طالعه، اتمنى ان هي تبقى موجوده الفتره الجايه. طيب تعالى نشوف كده الجماهير بقى اللي بتحب عادل مصطفى واللي شافت عادل مصطفى بتقول عليه ايه. نرجع تاني يلا كمان عاملين تقريبا كمان الجماهير. عادل مصطفى طبعا لعيب كان نص ملعب في الاهلي، كان كويس جدا، كان لعيب جدا، لمسته حتى الكوره الناس كانت تحب تتفرج عليه. ولو كان موجود دلوقتي الفتره دي كان هياخد يعني ملايين كتير من اللي كان الناس بتصوت عليها دلوقتي. بس وافتكر ماتش ريال مدريد كان لعبه اعتقد، وخد بطوله افريقيا مع منو الجزئيه. طبعا كابتن علي مصطفى احد ابناء النادي الاهلي، ليهم بصمات كتير في فرقه كره القدم وبالنسبه لفريق الكوره يعني، فبنتمنى له التوفيق. وهو كان لعيب ذو خلق عالي جدا، بينتمي للنادي الاهلي، بيحب النادي الاهلي، هو فعلا ابن كبير من ابناء النادي الاهلي. بنتمنى له التوفيق في اي مكان يكون هو موجود فيه. كان من احسن لعيبه خط الوسط في النادي يعني، لولا بس الاصابه اللي جات له ومشي بسببها يعني. اتمنى له التوفيق طبعا، هو بطل كوره دلوقتي خلاص، وربنا يكرمه يعني في حياته اللي جايه. كابتن عادل مصطفى كان صراحه لعيب حلو يعني، كان في نص الملعب، كان شايل الفرقه، كان مع كابتن مانويل جوزيه ساعتها اتصعد ولعب قدام ريال مدريد وادى اداء عالي قوي جدا يعني، كان حلو. او ماتشات افريقيه طبعا كان مادي معاها حلو يعني. يعني كان مظبطني خالص. لا يعني لازم ندلعك. لا بشكرك والله على التقرير الجميله دي بصراحه. لا طبعا ده حقك على الدوري. تعالى نرجع شويه بقى ورا. عادل مصطفى بقى يعني اجمل ماتش لعبته في حياتك
انت حسيت ان ده اجمل ماتش لعبته في حياتك؟ اهلي، ام بي، اي نادي؟ اجمل ماتش عملته في حياتي؟ لا، انا بص، ماتش ريال مدريد بالنسبه لي من احلى واهم الماتشات اللي هي في حياتي. كانت ما كانتش بدايتي ان انا كنت لعبت ماتشات قبلها في الفتره اللي قبلها، الدوري اللي قبله ولعبت ماتشات في كاس مصر. دي ما كانتش بدايتي مع الاهلي، ولكن دي بدايه ان انا الناس تسمع، يعني الناس تعرف مين عادل مصطفى. حتى في الاستاد كان كتير ناس موجوده كانوا بيسالوا مين، يعني مين ده؟ مع ان انا كنت بلعب قبل كده في ماتشات الكاس، لعبت 3 دقائق في 4 دقائق في 5 دقائق، كنت موجود في الـ في الـ في ال 18. بس الماتش ده كان من احلى الماتشات ليا، مع ماتشين، ماتش الاتحاد السكندري، ماتش الاتحاد السكندري كنا بنلعب في المحله، ده جبت فيه جول بشمالي، وبعديه كنا بنلعب برضو البلديه، لا بعديه لعبنا النصر الليبي وجبت برضو فيه جول، وبعد كده لعبت ماتش البلديه، ده المباراه اللي اتصبت فيها. مباراه البلديه كنت بلعب فيها باك رايت. عايز اقول لك ان انا عملت هايلايتس من المباراه دي انا وحسام غالي. عايز اقول لك عملنا كميه وانتو هات مع بعض، وكان شيتس كمان موجود، كنا صغيرين كتير في الملعب. عامل من المباراه دي مثلا حوالي مثلا تلت ساعه هايلايتس بس. بس اظن فاكر الاصابه وانا بلعب باك رايت. فاكر الاصابه طبعا. اليوم ده كان جالي بين الشوطين، كان جالي شد في العضله الجانبيه، وكنت هغير، كان فتحي قال هغير، قلت له مش هغير هكمل، وكملت عليها بالليل. وانا راجع برده كان في غلطه طبيه كده بس مش عايز اذكرها يعني، والحمد لله طبعا نصيب. بس في اليوم ده رجعت قعدت في المستشفى من الساعه 5 الفجر. كنت فاكر يعني كنت واخد حقن مسكنات كتير جدا، وصلت للبنج يعني، كنت يعني كان خلاص كنت عايز اخد بنج يعني. كان موجود كابتن الخطيب جنبي في المستشفى بصراحه الساعه 7 الصبح، يعني انا فوقت ال 7 الصبح دي، نمت مثلا من 4 ل 7 الصبح، كابتن الخطيب كان موجود جنبي. وبس دي دور الماتشات اللي انا حاسس ان هم كنت مؤثر فيهم جدا، والماتشات اللي مش هنساها يعني مع الاهلي. دايما احنا لنا مواقف كده يا كابتن عادل، يعني دايما لنا مواقف اتصدمنا فيها، موقف انت اتصدمت فيه وطلع مثلا تقول ازاي، يعني ازاي انا اتعامل معاه كده، ازاي هم فكروا كده؟ لا كتير، بس يعني اللي يجي في دماغك. السؤال ده لا، السؤال ده صعب. لعيبه كوره بقى. لا الموقف اللي اثر فيك قوي. الموقف اللي اثر فيا اللي خلاني بطلت. انا الوقت اللي بطلت فيه عشان مبدا. كان مش هذكر اسماء، مش هذكر اسماء خالص اكيد، ومش هذكر اسماء انديه. ماشي. كنت بلعب في نادي و كان في مجلس اداره متغير، وكان في مجلس اداره كان في تصفيه حسابات كتير جدا. وفي الوقت ده انا مش كابتن فرقه، ما كنتش بعلق شرط الكابتن، بس انا كنت كابتن فرقه فعلي. تمام. يعني انا كنت بديل كل حاجه. تمام. بس مش شرط الكابتن مش بتاعتي يعني. تمام. وما كانش عندي مشكله يعني، مش الناس اللي هو بتحب تاخد الشو يعني. وانت عارف شخصيتي كويس. كانت الاداره كانت في الفتره دي كانوا عايزين يدوا عقود لعيبه ولعيبه، لا كنا بنلعب في افريقيا. وكان الدوري واقف الفتره اللي كنا واقفين فيها، الدوري من 2013 اللي هي تلعب فيها السوبر اخر في يناير. تمام. او في شهر 12. وقعدنا سنه كامله ما لعبناش، ولعبنا الدوري في فبراير. فما الدوري كان واقف في الفتره دي، والاداره كانت عايزه تدي لعيبه لا فلوس ولعيبه لا. وكان عندي اجتماع مع الاداره. طبعا الموضوع ما يعني ما فيش بني ادم يعرف، حتى مراتي ما تعرفوش. واحنا في الاجتماع انا رفضت، وكان معايا مجموعه من الكباتن الفريق موجودين. انا رفضت وحصل مشكله، وحصل وسط الموضوع لخناقه يعني في الموضوع ده. وانا ما وافقتش، وقلت لهم انا لو الموضوع ده حصل انا مش هكمل في الفرقه. خدنا اجازه، خلصت الموضوع، خدنا اجازه. كان في قائمه افريقيا اتبعت، قائمه افريقيه، وانا الحمد لله كنت يعني مش يعني نجم الفريق، مكسر، مش هقول لك يعني، بس الناس الكبار في الفرقه مش هقول لك لا نجم ولا مكسر ولا اي حاجه. كنا جايبين كاس مصر قبلها، وانا كنت هداف كاس مصر، كنت جايب 6 جوان في 5 ماتشات قبلها، يعني اللي احنا لعبنا السوبر بتاعه. بس خرجنا من القعده، خدنا اجازه 8 ايام. ال 8 ايام دول لقيت صحفي بيكلمني قال لي انت مش في القائمه، انت مش في القائمه. ما صدقتوش، قلت له مستحيل. عملت الديل، ما اعرفش بقى ايه اللي حصل بصراحه، لغايه دلوقتي ما اعرفش ومش عايز اعرف. خرجت، رحت رافع سماعه التليفون على مدير الكوره كان موجود.
قلت له انا مش اعتبرني مش موجود معاك في النادي. قال لا دي قائمه افريقيه بس انت موجود في النادي. قلت له لا اعتبرني مش موجود معاك في النادي خالص. هم بص هم عملوا حاجه ذكيه وانا مش هقول لك وقعت فيها بس انا هو دي شخصيتي. هم لعبوا ان انت هيخرجها في افريقيا. انا كان عادي في ام بي كويس من الفئه الاولى يعني وكان عندي 5 سنين يعني لو كنت طالبت بحقي لو هم عايزين يمشوني وطالبت بحقي كنت هطلع برقم يكفيني انا ولادي العمر انا ولادي ولاد ولادي. فقلت لهم لا انا هتنزل لكم عن كل مستحقاتي وهمشي بس سيبوني امشي انا مش هكمل في النادي. هم لعبوا على دي وهم كانوا عارفين شخصيتي ان انا مش هقبل ان انا ابقى موجود في مكان يعني هتبقى مش مقيد في افريقيا واستنى الدوري لما تلعب. فحد قال لي تلعب تطلع اعاره واحد تاني قال لي طب استنى لغايه ما المدرب يمشي. جابوها في المدرب والمدرب ما كانش مدرب الموضوع كان كامل الاركان يعني من هنا ومن هنا ومن هنا بس مشيت. وبعدها قعدت سنه لعبت في ناديين بطلت فيهم. طريقتي ما كانتش مناسبه للناديين خالص. انا برضو اخترت غلط بس هو في الاول وفي الاخر نصيب انك يعني ربنا هو اللي بيختار مش انت. ربنا اختار حاجات ان انا بطل في الوقت ده خلاص وبطلت بعدها. فدي من الحاجات اللي انا مش ندمان عليها ولو الموقف فكر تاني هعمل برضو نفس الموقف. هقف مع مش هبيع حد يعني مش ولكن ممكن اكون انا يعني مش هقول لك استغبيت شويه بس كنت ممكن اتعامل بذكاء اكتر في ان انا اقوم مستحقاتي بس. وموقف تاني كنت بلعب في نادي وكان ليا عندهم مستحقات الجزء الاخير من الراتب بتاعي. ف المدير الحسابات اللي بينزل لنا حسابات في بينزل لنا فلوس في حساباتنا انا كان ليا رقم ونزل لي رقم 4 أضعاف الرقم بتاعي. هو نزل غلط. فانا الراجل بتاع البنك كلمني الموظف بتاع البنك كلمني قال لي كابتن عادل في قلت له عايز بس انزل لي كام في حسابي قال لي انزل لك كذا كذا. قلت له انت متاكد؟ قال لي اه متاكد. قلت له لا بس انا فلوسي مش كده. تمام. فقلت له لا حياتك بلغ الاداره وانا بلغت الاداره ان انا ارجع ايه؟ فلوس. رجعت الفلوس كلها عشان ينزلوا لي حساب ايه؟ فلوس بتاعتي. ما نزلوش حساب فلوس بتاعتي. لا لا لا. والله. ونادي كبير ونادي نادي كبير جدا، نادي كبير واسمه كبير وصاحبه راجل اعمال كبير جدا ولغايه دلوقتي ما خدش فلوسي. لا انت صدمتني. لا اتصدم بص يعني الحمد لله يعني يعني انت رجعت الفلوس الزياده او رجعت الفلوس كلها؟ الفلوس كلها. انا شلت الفلوس كلها من حسابي. عشان ترجع فلوس ايه؟ بتاعتي. لا عشان برضه تبقى هم بيرجعوا الفلوس. لا انا كان ليا انا كنت اخدت جزء وكان فاضل لي جزء في حساب يعني يعني مثلا الشيك احنا بناخد 4 شيكات مثلا فاخدت شيك الثالث وكان فاضل لي شيك الرابع. فاللعيبه قالت لي طب ما تاخد الشيك اللي الفلوس اللي نزلت لك دي خدها وخلاص وهم يبقى خلاص ورجع لهم الفلوس الفاضله. قلت لهم لا لسه الفلوس دي ما جاش اوانها ما جاش ان هي تصرف لي يعني محتاج ارجعها. يعني اخدت الجزء اللي انا عايزه بس الفلوس اللي ليا والفلوس الثانيه كلها رجعتها. ما جاتليش حاجه ثاني بقى. ماشي. مش عارف اعلق اقول لك ايه. لا مش مصر دي مصر دي الكوره في مصر وانا برضو عندي مبدا مبادئ مش هغيرها ولو موقف اتكرر تاني هرجع فلوس. المشكله مش عندي المشكله في الشخص او الناس اللي هي ما بتعرفش تتعامل بالاصول وبالطرق الشرعيه النظيفه اللي احنا اتعودنا عليها. هو اللي احنا اتربينا عليها. اللي احنا اتربينا عليها واللي احنا شفناها في يعني شفناها من اهالينا مهما كان اهالينا فقراء اغنياء بس احنا في حاجات بنتربى عليها وعندك عفه وعندك بتحب شخصيتك وبتحب نفسك وبتحب ذاتك اكيد. فلا يعني دي مواقف دول موقفين اكتر موقفين كانوا تقال معايا في اخر فتره وبس والحق وانا راضي عنهم راضي عن الموقف اللي عملتها. يعني لو الموقف رجع تاني هعمل برضه نفس الموقف. اكيد. هو الفقير اللي بيربي عكس كده هو الغني اللي بيربي بالظبط التربيه اللي انت متربيها دي بالظبط. لان المواقف دي حصلت برضو معايا في كذا نادي بس طبعا موضوع الفلوس ده ما كانش بالطريقه دي. لكن انا بقول لكم انا عارف مش الشخصيه اللي انا يعني اللي انا بحبها جدا عادل مصطفى ربنا يكرمك ويبان ان هو حاجه ثانيه غير عادل مصطفى اللي انتم شايفين قدام حضراتكم بيتكلم من قلبه. حتى هو قال مش هقول اسم النادي وقاله واصبح انه ده دليل ان هو يعني انسان طيب. قلت ده دليل ان هو انسان طيب جدا. قلت نادي ايه؟ ما انا مش هقول تاني بقى. مش هقول تاني بقى يعني ماشي. يعني خلاص ربنا يحفظك. حاولت ما اقولش ممكن اكون قلتها غصب عني. بص عادل انا تجربه شخصيه عشتها في حياتي
طول عمري بعمل كده، بعمل اللي انا متربى عليه، ودايما تحس ايه او اللي حواليك يقول لك انت غبي، انت مجنون. الكلمه دي انا سمعتها كتير جدا، انت مجنون دي سمعتها كتير جدا. يا جماعه انا متربي كده، انا مبسوط كده، لا انت ازاي، انت خسران كتير وانت بتعمل اللي بتعمله ده غلط. لكن ربنا بيعوض في الاخر والله. طبعا ربنا بيعوض في الاخر. يعني ربنا هتلاقيه جايب لك حاجات كده انت ما كنتش متوقعها ولا مستنيها، لا خالص ولا عامل حسابها، لكن انت عشان اتقيت ربنا في حاجات كتير قوي، ربنا ما بيسيبش. انسى. لا لا خالص، وانا انسى. ربنا عوضني عن كل حاجه ولسه كمان. وانا يعني الحمد لله كفايه بيني وبين نفسي، انا عندي عزه نفس في حتت كده، في حاجات مش هغيرها، ومش يعني لو الظروف دي، بقول لك الظروف دي اتكررت تاني برضه هاخد نفس الموقف. يعني ما انا بقول لك ربنا يوفقك يا كابتن علي والله. يعني انا كده مشيت على الهوا الكلام. لا 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 خالص، بالعكس الناس بتعرف، الناس بتعرف الشخصيات اللي هي مش باينه قوي، اللي هي يعني مش ما بتبانش اللي جواها بسهوله. انت النهارده بتتكلم معايا برضو، انا اول مره اتكلم معاك كده من القلب للقلب. تعال نشوف الاهلي بقى. الاهلي في تانشيب المباراه، الاهلي كسبها 3-0. انا دايما ببدا باللي هم لعيبه الكوره اللي فاهمين كوره قوي، بالحاجات اللي خوفتك. لا بص، مش عشان بس برضو واضحين، في مباراتين في السيزون بيبقوا صعبين جدا. مباراه يوليو اللي احنا طول عمرنا بتطلع في الدوري المجموعات، في مباراتين او ثلاثه في يوليو بيبقوا صعبين جدا. تبقى انت مخلص سيزون وبدايه سيزون جديد، وممكن تكون انت بتلعب فرق هي اوريدي اصلا مش عندها. وانا شايف انك بتغير مدرب، مغير مدير فني، ومغير مدرب عام، ومغير مدرب مساعد، وجهاز جهاز جديد. فانا رايي، انا بوجهه نظري، ان لما تغير التغييرات دي كلها وتكسب، ده اهم نجاح. انت ممكن تغير التغييرات دي وتلعب كويس بس ما تكسبش. مع الوقت هيجي لك في البدايه برضو بيجي لك احباط. المدير الفني اللي موجود برضو مهما كان اسمه بتاخد منه شويه، أكيد تركيزه أكيد بيبقى مختلف. اكيد هتبدا يتوجه، يعني في نقد كتير بيتوجه، وبالذات الفتره دي كمان انت عندك نقد كبير جدا منك ومن غيرك، يعني منك كاهلاوي، من اهلاوي الاهلاوي، ومن بره الاهلي الاهلي. فالنقد هيبقى كتير. فاهم حاجه الفتره دي في ماتشات يوليو بالذات، من ايام احنا كنا بنلعب، خلي بالك الماتشات دي صعبه. الماتشات دي انت بتبقى راجع من اجازه، او بتبقى لحم يعني عامل اتنين سيزون في بعض، وكمان الاصعب المره دي انت كان عندك كاس عالم، وكان عندك لعيبه بتلعب كاس عالم، فالامور صعبه. بالظبط الامور صعبه، وانت كمان معاك مدرب جديد. فمباراه يوليو انا فنيا ما قايمهاش، انا فنيا عشان اقيم الماتشين دول اللي موجودين في يوليو او في اول اغسطس، في الماتشات دي في الاوقات دي ما تقيمش فنيا على قد ما تقيم انت طلعت منها باحسن نتيجه ايه. ماشي. انت فن المكسب، انا اتفق معاك، فالمكسب مهم جدا، مهم للجهاز، لشخصيه جهاز تتبني من 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 الفتره الجايه. ثقه الجهاز اللي موجود كله ما فيهوش حد خبرات قديمه غير كابتن محمد يوسف، هو اللي كان موجود الفتره اللي فاتت، اللي كان موجود قبل كده، قبل 2014 2013 كان واخد بطوله افريقيا، وكان 2012 مع كابتن حسام بدري كان مساعد، وكان قبل كده مع كابتن كان مدرب عام، وبعد كده كان قبلها مع مستر مارو جوزيه. فالفتره دي انا بالنسبه لي مكسب، انك تكسب، وبالذات كمان انت مجموعات، انت بعيد، كنت بعيد في المجموعات، فمحتاج تكسب. بالزبط. فدلوقتي الاداء مش هيجي دلوقتي خالص. انا اتفق معاك. طب لو قلت لك لقيت نقاط في شخصيه كارديرون ممكن تقولها لنا؟ بص كارديرون انا شايفه، كنت في برنامج من فتره في الوقت اللي كان الاهلي بيتكلم فيه كارديرون، انا شايف ان احسن اثنين مدربين في افريقيا الفتره اللي فاتت كانوا موجودين وعملوا انجازات في افريقيا وشاربين افريقيا، رينار وكارتيرون. الاثنين دول انا شايف ان هم يعني مازيمبي، كارتيرون مع مازيمبي عمل انجازات كبيره جدا، اعتقد مع منتخب مالي ادى معاهم بشكل كويس جدا. فعنده، وكمان كان موجود عندك في الدوري، عنده ميزه كمان، كان موجود في مصر، كان في دجله. بالظبط. فدي كمان تفرق معاك، تفرق في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاختيار. اعتقد ان انا يعني اختيار موفق جدا جدا جدا. ممكن يكون ما كانش هو الاختيار الاول، ممكن يكون جه اختيار بعد، كان في دياز قبل كده، وبعد كده ما بقاش موجود. بالزبط. وبعد كده فكرنا نجيب مين. بالظبط. والراجل كمان عمل لقطه حلوه، ان هو دافع على شرط الجزاء بتاعه عشان يجي الاهلي. جميل. فبيتعامل معاك، هو خد بالك هو اخد عمل رصيد عند الجمهور قبل ما يلعب. بالزبط. قبل ما يدار. حاجه من الحاجات الكويسه جدا اللي انا اتبسطت فيها من شخصيته، وهو شخصيه متزنه، وانا ما بتعاملش معاه فنيا، بس انا شايف ان هو مدرب فنان عالي جدا.
انا اتفق معاك. وهيعمل طفره في فرقه الاهلي، ولكن مش دلوقتي، في مرحله تكيف بين الجهاز واللعيبه هتاخد وقت. انا شفته في كذا لقطه في الماتش، يعني هقولهم لك برده، مش عارف انت اكيد خدت بالك برده، انا شفت شخصيته، شخصيه قويه جدا وذكي قوي. يعني شخصيه قويه ما تنفرش منه. لا 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 ده بالعكس، في شخصيه قويه ممكن تنفر منها تبقى خايف. انا الشخصيه القويه اللي بقولها الشخصيه القويه اللي بقولها ان هي شخصيه قويه محبوبه، يعني محبوب. وكمان عنده ثقه قوي في قراراته، ودي حاجه مطلوبه جدا كمان، يعني ان هو يلعب بمساك في مركز المساك، وجايبه جديد ولعبه على ايمن، ولعبه على ايمن اشرف، وفي مركز حساس جدا، واول مباراه يبقى قدام النادي الاهلي فيها، اول مباراه يبان للجمهور فيها، اعتقد ان دي كانت بالنسبه له حاجه. عنده ثقه في لعيب هو دربه، وعنده قلب، طبعا ثقه فيه كبيره جدا. ويتحسب له برضه بالظبط. كمان وليد ازارو بعده عن المعسكر، انا اتكلمت الموضوع ده بس انا بحب اتكلم معاك في الحاجات الكوره دي، انا عارف يعني ما شاء الله عليك. وليد ازارو لو تفتكر معسكر كرواتيا لما جاله وليد ازارو عرض الصيني هو استبعده، ودي برضو كانت حاجه احترافيه، انا شايفها حاجه احترافيه بتفرق من مدرب لمدرب، يعني ان انا اركز بقى مع اللعيبه اللي معايا وماشيه مع قواعد النادي بالظبط، ان انا بقى اركز مع اللعيبه اللي معايا. وليد ربنا يوفقك كده. ولما وقعد حوالي 3 4 ايام والماتش كان قريب، لما وليد ازارو موضوع باظ، لا وليد ازارو جابه ولعب، دي برضو حاجه تانية كان ممكن، عارف بقول لك ممكن كانت كان ممكن عليه، كان ممكن يعند شويه بالظبط، ودي حاجه من الحاجات اللي لازم يكون فيها مرونه عند المدرب. ممكن يكون عندك حد مهم وعنده مشاكل ممكن تكون مؤثره عليه نفسيا، عنده حاجات هو مش قادر يقررها او يديرها كويس، فانت تديرها له، فدي حاجه من الحاجات اللي برضو الحاجات اللي برافو عليك انت برضو بتتكلم في النقطه دي، نقطه مهمه جدا. انا بقول لك لا هو ذكي، واللي هيساعده انا شايف برضو اللي هيساعده ان الناس اللي موجوده معاك في الجهاز عندها خبرات وجمال هيعرفوا يتعاملوا معاه بشكل كويس، ومش هيبقوا باصين لحاجه غير ان هو يبقى بالظبط، ان هو يساعد المدير الفني بالظبط. كمان هقول لك كمان لقطه، كمان خروج جونيور اجاييه ووليد سليمان وانت كسبان 1-0 بس. لا مدرب عارف اللي هو انا مش هعمل حساب الاحتمالات، انا هعمل اللي انا شايفه صح واللي يحصل يحصل بالزبط. يعني كان هيلاقي كميه انتقادات تموت اي حد لو حصل نتيجه غير لا هو برضه خد بالك، يعني دي هو طبعا في اكيد في المعسكر شاف المعدلات البدنيه للعيبه كلها، واعتقد هو التغييرات في التغييرات في المباريات دي بالذات بتيجي للمعدل من اللي انت في الماتشات دي بتبقى شويه راجعه للمعدلات البدنيه اكتر. يعني فاكر دوري 2004 2005 دوري بلا هزيمه. طب تعالى نشوف تقرير كده عن الدوري ده وارجع اخد رايك فيه. ماشي يلا بينا. كان موسم 2004-2005 احد اعظم المواسم في تاريخ النادي الاهلي، حيث حصد الفريق لقب الدوري من دون هزيمه، كما قهر المنافسين بنتائج عريضة في بعض الأحيان، وتوج أسلوبه الممتع بالفوز باللقب 30 في تاريخه. تشكيلة قوية وأسطورية توجت الأهلي بلقبه التاريخي، عصام الحضري في حراسة العرين، إسلام الشاطر، جيلبرتو، عماد النحاس، وائل جمعة، بركات، أبو تريكة، عماد متعب، محمد شوقي، وحسام عاشور. من أشهر مباريات هذا الموسم ديربي القاهرة التاريخي الذي فاز به الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين على الزمالك، وثلاثية القمة في الدور الثاني كذلك، والفوز على الإسماعيلي بستة أهداف من دون رد، وعلى الاتحاد السكندري بأربعة أهداف من دون رد. الساحر البرتغالي مانويل جوزي رفع الفوز دائما شعارا في كل المباريات، حيث حقق الفريق الفوز في 24 مباراة من 26 مباراة لعبها الفريق في الموسم التاريخي، حيث لم يتذوق الفريق الأحمر طعما غير الفوز سوى في مباراتين فقط أمام كل من المصري وإمبي، حيث كان التعادل سيد الموقف في اللقاءين. هذا الموسم أيضا شهد مشاركة للراحل محمد عبد الوهاب الذي كان أحد أهم الصفقات التي ضمها الأهلي في ذاك الموسم، ليتوج أول مشواره مع القلعة الحمراء بلقب الدوري قبل أن يختاره الله إلى جواره في أغسطس 2006.
بلا شك كان موسم 2004-2005 أحد أجمل مواسم الأهلي التي تتذكرها جماهير النادي، حيث حقق الأهلي المعادلة الصعبة بالأداء والانتصارات والبطولات، فكان موسما يخلد في ذاكرة القلعة الحمراء على مدار التاريخ. أهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الأهلي في كل مكان، ولسه منورني ومشرفني النجم عادل مصطفى. إيه رأيك في الدوري اللي بلا هزيمة 2004-2005؟ لا الدوري ده كل الأرقام كانت فيه، كل الأرقام، وأنا هكلمك بقى كلاعب مش كمحلل أو كمدرب. تمام. الدوري ده أنا كنت ماشي من الأهلي، كان أول مباراة لسوء حظي برضو أن أول مباراة كانت في الدوري كانت مع الأهلي. أنا رحت أسمنت سويس وأول مباراة كانت مع الأهلي، واتغلبنا 3-0 في المباراة دي. أول تلت ساعة 3-0، أنا لعبت 25 دقيقة في المباراة دي وغيرت. عايز أقول لك حاجة، السيزون ده أنا لعبت ضد الأهلي مرتين، لعبت ضد الأهلي مرتين، ثلاث مرات في كمان في آخر السيزون لعبناهم في الكاس وخرجنا، اتغلبنا 3-0 في الكلية الحربية. لعبت ثلاث مرات السيزون ده. أنا في الماتشات بتاعت الأهلي كنت بحس إن أنا يعني اللعيبه كانت عاليه جدا، معدلات بدنيه مش طبيعيه، كان عندهم دافع رهيب. كلنا كنا بنحس الاحساس ده. الفرق الوحيده اللي لعبت قصادها في حياتي كلها وكنت حاسس ان انا ما بعرفش العب او مش عارف العب سنه 2004-2005. فرقه قويه جدا بصراحه، كان نص ملعب الاهلي كمان عشان تستلم كوره. انا بالنسبه لي كنت الحمد لله بعرف استلم مع اي حد. الماتشات بتاعت الاهلي اقل ماتشات في حياتي، الثلاث ماتشات دول اقل ماتشات في حياتي لمست فيها الكوره. كان في ضغط رهيب جدا، مركزين كويس جدا، معدلات هجوميه عاليه جدا. كان بصراحه حسن وشوقي في الفتره دي كان اعلى موسم، اعلى موسم لحسن مصطفى ومحمد شوقي في تاريخ النادي الاهلي وانا في مصر كلها. دي حقيقة. السيزون ده كانوا بجد رهاب. وكان بركات وابو تريكه وفابيو ومتعب، فرقة مرعبة، فرقة وجلبرتو وبرضو ثلاثة عماد النحاس ووائل جمعة وشادي محمد، كانت فرقة تقيلة جدا، فرقة مرعبة. انك تاخد الكرة انك تعمل هجمة على الاهلي في السيزون ده كان صعب جدا، والحضري كان صعب جدا. فده اكتر موسم انا كنت حاسس في الاهلي فيه فعلا رهيب. مش زي حتى المواسم اللي بعد كده، في موسم بعد كده اخد بطولة افريقيا بس مش زي السيزون ده، كان مش طبيعي. كان مش طبيعي ومش هيتكرر في الاداء وفي النتائج زيه بصراحة يعني. طيب مش عايز اكلمك كتير، بس يعني عايز اكلمك على مواقف ليك كتير، بس انا خليني اطلع شويه. لا بقى كفايه موقف بقى، انا عيطنا والناس عيطت على الهوا وناس هتكمل لي فلوس بعد الحلقه خلينا لا حلقه جميله والله، حلقه جميله. يعني برضو خلينا في الاهلي نطمن الناس برضو من خلالك. المباراه اللي جايه الفريق تاونشيب البتسواني هو ضعيف ولا الاهلي كان قوي قوي، ولا الفريق ده هيبقى شكل تاني في بتسوانا زي ما احنا متوقعين؟ شايف الدنيا ازاي؟ لا ماتشات طبعا افريقيا جوه ملعبك غير بره ملعبك في افريقيا. عوامل كتير جدا بتاثر معاك، عوامل الملعب، عوامل مش هقول الجمهور، ان احنا متعودين لعيبه الاهلي كلها متعوده 22000 على اول استاد اتملى، فمش رقم كبير، مش رقم بس الملعب والجو. الجو الحمد لله بارد، بيفرق قوي. والملعب لو الملعب ارضيته كويسه النادي الاهلي ممكن. انا شايف ان دي مباراه صعود. انا شايف المباراه دي مباراه صعود للدور الثاني، الدور اللي بعد كده. لو الاهلي اخذ ثلاث نقط دول هيفرقوا معاه جدا، هيلعب مباراه الترجي بشكل احسن بنتيجتين، عنده نتيجتين يلعب عليهم، تعادل او مكسب. مباراة كامبالا اعتقد في القاهره تبقى ان شاء الله محسومه، وكامبالا برده مش فريق قوي، ولكن فانا شايف المباراه دي هي اهم ثلاث نقط في المجموعه دلوقتي في الماتشات اللي جايه، هم الثلاث مباريات، الثلاث نقط دول مهمين جدا. وانا يعني ان شاء الله يعني عندي ثقه كبيره جدا في اللاعبين ان هم يرجعوا الثلاث نقاط. يعني تيجي نرجع لكامبالا سيتي، مباراه الاهلي وكامبالا سيتي اللي خسرنا فيها دي، مش نرجع يعني خسرنا ليه؟ لا في حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي. اولها كان في سوء توفيق كبير جدا، برضه ضربه جزاء اولي سليمان، توقيتات الاهداف، كان في برضه كان في عدم ثقه من الناس اللي يعني الجهاز كان وصل لمرحله عدم ثقه. كان برضه خسران كذا مباراه في اخر السيزون، كان خارج من كاس مصر، خسر كذا مباراه، خسر اعتقد مباراه في الدوري قبل مباراه المصري. ف
كان في عدم ثقه برده، كان في كلام كتير، كابتن حسام موجود، كابتن حسام ما جددش، كابتن حسام مشي، برده كان في كام اصابات، كان فارق كتير جدا مع الاهلي الفتره دي، اعتقد كان في اصابات مهمه يعني، برده مش عايز انسى حاجه، بس كان في اصابات قبل المباراه دي. كان في عدم توفيق عشان برده نبقى واضحين، وكان في توفيق كتير جدا لفريق كامبالا في الكور اللي جات له والاهداف اللي دخلت، ضربه الجزاء برده كانت مشكوك في صحتها شويه، كانت ممكن ما تحسبش. ف انا دي وجهه نظري في مباراه كامبالا، لكن مش كامبالا الفريق القوي، لا 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 خالص. انت خد بالك وليد سليمان لو سجل ضربه الجزاء كان المباراه اختلفت تمام، كنت ممكن تكسب يعني هيفي سكور يعني. تعالى نرجع لك بقى تاني، ماشي رجع لك تاني. لو قلت لك اكتر موقف كنت طاير فيه من الفرحه في الحياه الكرويه بتاعت عادل مصطفى، يوم ماتش ريال مدريد برضو، وماتش في ثلاث نهائي، في منهم نهائي الحياه الكرويه اللي هي حياتك عموما، خلي بالك اللي هي في الكوره، ما هي في الكوره يعني جوه الملعب. لا ممكن بره الملعب، لا لا جوه الملعب. انا يعني خد بالك، بص انا من اللعيبه القليله جدا اللي حاجاتها بره الملعب، يعني تقول لي ذكرياتك ما في الكوره قليله. ان انا كنت على طول في اوضتي، انا كنت شخصيه منطويه جدا جدا، على طول في اوضتي، معسكرات ما بخرجش من اوضتي، تمرين بيتي. فعشان في لعيبه كتير ممكن تقول لك تحكي لك حاجات انت كنت موجود فيها بس ما حضرتهاش، ما كنتش من يعني على طول خارج، على طول بعمل حاجه، لا على طول في اوضتي. منتخب ناشئين، شباب، اولمبي، كاس عالم، في الاوضه، ما بخرجش من الاوضه. تجمعات وحاجات، كنت انا برده شويه منطوي، كنت قافل على نفسي قوي زياده، وده برده كان غلط يعني، هو كان غلط. حاجات برده اللي انا اتعلمتها مؤخرا برده ما ينفعش تقفل على نفسك قوي، لازم برده يبقى الدنيا فيها مفتوحه شويه، بحدود وبطريقتك الخاصه برده، بس تكون مفتوحه شويه. لا ابو تريكه ما كانش بيخرج من الاوضه، ماشي، بس يعني مع فرق الـ 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 الاهداف. انت برده يعني ابو تريكه برده جه في وقت كان فيه كله بطولات، منتخبات، برده احنا برده شويه لما بتخرج من الاهلي بتبقى الطموح اقل من انت موجود في الاهلي. بالظبط، بتقابل مع لعيبه برده مستحيل تقدر تقنع الناس اللي موجوده ان انت تاخد دوري، تاخد كاس. بقول لك الحاجات اللي كانت مؤثره معايا قوي، ماتش ريال مدريد، ماتش كايزر تشيفز في القاهره، هي الحد الدوري ده، كان كاس سوبر افريقي. برده كان عندنا، كنا هنلعب كايزر تشيفز دي، وكان عندنا معسكر في اسماعيليه، قعدنا اسبوع قبل المباراه، وكايزر تشيفز دول كان عندهم لعيبه رقم 10 سريع. بص كنا احنا بنتفرج انا وحسام غالي، كلنا قاعدين جنب بعض، فعمالين نبص لبعض، الولد سريع جدا جدا جدا. فمستنيين له قاعدين في المحاضره كده، عمال يبص لي ويضحك، بقول له بتضحك يعني؟ عايز اقول فكان معانا كان احمد عبده المدرب، صعبان عليه، فكل شويه بص لي ويضحك، الولد ياخد الكوره ويجري وسبرنتات وبص لي ويضحك. قلت له انت بتبص لي ليه؟ فقال لي هقول لك بقى المحاضره. فجاي بقى قال لي انت تلعب مانتو مان مع الولد ده، قلت له العب مانتو مان مع مين؟ قلت له هلعب ماشي، بس ما تحاسبنيش انا كل حاجه. لعبت عمال بص، عايز اقول حاجه، الولد ده لمس كورتين في المباراه دي، وعملنا مباراه. دخلك في تحدي ايه؟ دخلني في تحدي. بص احسن واحد يخلق دوافع في التاريخ، رهيب، واحسن واحد يجدد الطموح. انت ممكن يبقى عندك طموح بس يوصل لمرحله ويقل، هو بقى بيجدد الطموح. هي شخصيته اللي نجحته. لا بص، هو مانويل جوزيه فنيا عادي، انا قلت قبل كده كويس لكن هو نفسيا شخصية. لو دكتور، لو جايب دكتور، لو جايب طبيب نفسي مش عارف اتعامل زيه يعني. بالظبط، شخصيه يعني. بس ونهائي كاس ونهائي كاس مصر مع انبي ضد الزمالك، دي كان المباراه دي برده كان الاستاد كان مقفول، كان حوالي 100,000 الجمهور للزمالك، كنا نازلين ملعب وكان جنبي لعيبه كبار مش عايز اذكر اسماء يعني، كانت يعني ايه يا رب بس نطلع واحد اتنين يعني، قلت لهم هنكسب، واحنا في تسخين الجمهور الزمالك قالب الدنيا واحنا هنكسب، وعاملين نهزر ونضحك. كان في برضه لعيبه كانت متنشنه قوي، والماتشات الكبيره دي لو انت الناس متنشنه كتير محتاج تخرج، محتاج تخرج من الضغوط دي، حاجات برضه اتعلمتها من مستر مانويل برضه، انك في وسط الضغوط دي محتاج تعمل حاجه، تغني، تقرا قران، تعمل اي حاجه انت بتحبها وتخرج بره الضغوط دي. فمباراه ام بي دي برضه من الحاجات اللي كانت مؤثره معايا في حياتي، والحاجات اللي مش هقدر انساها يعني. مستر مانويل بمناسبه الضغوط وكده، وانا كان بيخرجك برضه من حاجات، كان اول محاضره احضرها مع النادي الاهلي لسه بقى رايح
النادي الاهلي. واول محاضره كان رايح يوم اتمرنت وداخلين في ماتش، لقيت نفسي في المعسكر وقاعد في المحاضره، فمستني بقى مستر مامون الجوزيه بقى ايه والمحاضره بقى، فلقيت قاعد يصفر بتاع 10 دقائق، يصفر 10 دقائق انت متخيل؟ دي كانت حركته على طول المحاضره. فقلت ايه يعني، طب عايز ايه؟ ولغايه لما انا كنت داخل بص بقى مش عايز فعلا والله العظيم على الداخل مش عارف اقعد اصلا على طبعا طبعا انا لسه جاي بترقص لا هو استاذ هو وداخل النادي الاهلي على ماتش، كان ماتش في السويس، هو قاعد يصفر لغايه لما انا فعلا لقيت نفسي بص خالص. لا هو استاذ، استاذ في الحاجات دي بصراحه. هو في الحاجات دي استاذ. يعني قول لي مين اكتر حد اثر في شخصيتك غير الكوره؟ من الكوره؟ لا غير الكوره، غير الكوره شخصيات يعني. شخصيتك انت مين اللي اثر فيها قوي؟ لا انا ابويا انا جزء كبير من شخصيه ابويا يعني. وكابتن طارق سليم، كابتن طارق سليم. كابتن طارق سليم ده بالنسبه لي مثل بص كابتن صالح، الناس كانت بتتكلم عن كابتن صالح بس انا ما اتعاملتش مع كابتن صالح كتير، اتعاملت معاه مرتين. حاجه يعني حاجه عظيمه. بس انا بحب كابتن طارق سليم جدا جدا جدا، شخصيه راجل ربنا يرحمه يا رب ويعني يكون في الجنه ان شاء الله. راجل عنده مبدا، بيعرف يقول ايه امتى. ممكن يكون ناس كتير في الوقت اتعاملت فيه برده كان هو طف شويه في التعامل او دي شخصيته، بس انا كنت بحبه جدا. من الناس اللي اتاثرت بيها في التعامل الناس بحبها جدا برده كانت طلعت صادق، يعني مثل اعلى ليا في التعاملات وكل حاجه يعني. حبيبنا كلنا ما بتفهمش بعمل فينا ايه. دول الناس اللي يعني الناس اللي ليهم بصمه كبيره جدا في حياتي. اللي اثر فيك في الكوره بقى؟ جوه الكوره؟ مدرب؟ لا لعيب، مدرب، ايا كان. لا وانا لعيب كنت بحب وليد صلاح الدين جدا. عايز اقول لك وليد صلاح الدين علمني حاجات هو ما كانش قاصدها، بس انا كنت انا من الناس اللي بحب اتابع الناس اللي انا بحبها او الناس اللي انا شايفها شاطره ناجحه. فوليد ما كان في الفتره كان بيلعب فيها ما كانش بيلعب كل الماتشات يعني. كان ما كانش بيلعب ال 90 دقيقه يعني، كان بينزل 10 دقائق ربع ساعه يعمل كل حاجه ويطلع. بس جوه الكوره حاجه وبره الملعب يعني، بره الملعب واحنا قاعدين وليد من الناس اللي بتعرف تقرا كويس، بيعرف يقرا، بيعرف وانت قاعد يقرا ملعب، يقرا يعرف في تغيير هتعمل امتى، ماتش محتاج ايه، ودي الحاجات نجحته. خلي بالك اللعيبه المؤثره بتعرف تقرا الملعب اللي هي بتنزل 10 دقايق وربع ساعه بالظبط بالظبط، عارف هينزل يعمل ايه بالظبط. مش سهل انك تنزل ربع ساعه تقلب مباراه بالظبط. هو كان بيقعد يقرا، دي من اللعيبه برده اللي انا اتاثرت بيها. ممكن في حاجات هو ما يعرفهاش، انا ممكن كان في مره قلت له الكلام ده ف يعني استغرب يعني، بس من اللعيبه اللي اتاثرت بيها. مدربين، في مدربين كتير يعني ليهم فضل عليا وانا برضو اكتر حد، بس بلاش اكتر حد، مش عايزين نقول اسماء، بلاش حد حد دي هتبقى صعب. قول لي اكتر حد واكتر مدرب يعني. مع ان انا بحب كده. لا انا عندي اتنين يعني اتنين كان عملوا لي نقله في حياتي كبيره جدا. اول واحد كابتن علي يونس كان مدربي في نادي الشمس قبل ما الاهلي يشتريني. كابتن ضياء السيد يونس، كابتن علي يونس. علي يونس اسماعيلي؟ لا واحد تاني. وكابتن ضياء السيد، كابتن ضياء من اللي اصر ان هو يشتريني الاهلي من وانا 16 سنه 17 سنه. كان مصر وقعد فتره طويله، ومن الناس اللي جت النادي كان بيدعمني جدا. وكان هو سبب اساسي ان انا ابقى موجود في الدرجه الاولى وان انا العب. ان انا في لما مستر مانويل جوزيه جه مصر كان في معسكر في اسكندريه، واحنا كنا انا كنت في منتخب الشباب اللي هو كان في كاس عالم الارجنتين. فقعدنا كنا بره القاهره حوالي 3 شهور، معسكرات رايح جاي رايح جاي، حتى كنا بنسافر من بلاد لبلاد ما كناش بنرجع القاهره يعني. اليوم اللي رجعت فيه كان مستر مانويل اوريدي في اسكندريه، وكان فاضل لهم 3 ايام يطلعوا البرتغال. رجعت، فاول ما رجعت رحت مكلم كابتن ضياء، ده الكابتن اخبارك ايه؟ قال لي تمام كويس، انت فين؟ قلت له في البيت. قال لي انت بتاخد الشنطه وتطلع اسكندريه. قلت له اسكندريه؟ قلت له مش هطلع اسكندريه انا، انا مش هطلع. كان عندي تشبع فوق، كان عندي حاله تشبع من الكوره، 3 شهور بره مصر انت خلاص فصلت خلاص يعني. عايز اريح شويه. بتخرج تلعب كوره، كل حاجه كوره. قلت له مش هروح. قال لي هتروح. قلت له والله ما هروح، ما يعني اريح يوم. قال لي اليوم اللي هتريحه اكن الفرصه راحت عليك. قلت له ماشي. كنت رايح، قال لي روح معسكر اسكندريه هيشوفوك. انا ما لعبتش كاس عالم، كنت موجود في القائمه، بس ما لعبتش كاس عالم. كان كل اللي موجودين لعبوا كاس عالم. سافرت
رحت اسكندريه اول يوم مستمر اقول لهم ده يجي معايا البرتغال لازم يجي معايا اول يوم. اول يوم نزلت الملعب فكابتن ضيا كان ليه دور ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي الفتره دي, وهو بصراحه يعني سبب رئيسي ان انا ابقى موجود في الدرجه الاولى. بطلت وانت مش مقتنع خالص خالص مش مقتنع خالص. وعايز اقول لك حاجه, انا يعني لغايه وانا مدرب اول حاجه انا جالي عرض في العراق وانا موجود من فرقه الشرطه كانوا بيتحايلوا على كابتن يوسف ان انا ارجع العب تاني. كانت لعيبه كبار كانوا بيروحوا له يقولوا طب ما تخليه يلعب معانا, وناس من الاداره قالوا كابتن يوسف احنا عايزين يلعب معانا, بس ما كانش هينفع خلاص يعني. وانا ببطل جات لي حاجات بس انا كنت شايف ان هي مش مناسبه ليا. انا فاكر الفتره دي, بص انا مش سوبر ستار بس انا شايف نفسي في حته ناس شايفاني فيها كويس جدا ومقتنع جدا, وفي ناس شايفه لا مش هو مش سوبر ستار, وانا مش سوبر ستار. انا عارف ان انا مش سوبر ستار, مش من نجوم مصر, بس الحمد لله عملت حاجات كتير عملت لي مكانه لنفسي وعند ناس جماهير كتير وناس انا بحبها. فجات لي انديه بس لقيت ان انا مش هقدر. ان في انديه كانت في درجه ثانيه كانت بتصعد وصعدت بالفعل وناس لعبت فيها, وفي لعيبه لعبت فيها 4 سنين بعدها من الوقت اللي انا ببطل فيه ده اللي انا ما كنتش عايز اروح ده لغايه دلوقتي لعيبه بتلعب. انا قلت لك انا فاكر الحديث ضرب بينا, قلت لك انت قلت لي لا انا مش هقدر بس مش هقدر بس فالتبطيء. وانا كمان انت كمان البوزيشن اللي هو صانع اللعب كل ما بيكبر كل ما فكره بيبقى احسن بحلو, كل ما فكره بيبقى احسن بالظبط. فانت بقى عملت بطلت وانت, وبصراحه في مصر كمان المكان ده خلص, المكان رقم 10 ده مش موجود دلوقتي. انت النهارده بتدور عليه, بتدور وعايز تخلق واحد رقم 10 مش لاقي. هو لعيبه نادره قوي في المكان ده اساسا نادره. فانا لا ساعات بيبقى عندي حرب نفسيه كبيره جدا ان هو انا بطلت يعني. طبعا كل حاجه بتاعت ربنا بس لا عندي حرب نفسيه رهيبه لغايه دلوقتي ان انا بطلت. ان شاء الله ربنا يعوضها لك في التدريب. لا لا ان شاء الله ربنا يعوضها ان شاء الله. التدريب احنا قلنا حاجه مختلفه خالص عن الكوره, موهبه مختلفه خالص. موهبه مختلفه صح كلامي ولا انت ليك وجهه نظر؟ لا 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 موهبه مختلفه وقدرات مختلفه عن قدراتك في الكوره. يعني انت ممكن تبقى نجم كبير وحاجه يعني عالميه في الكوره بس في التدريب ما تبقاش. وخد بالك مش انت اللي بتحدد ده يعني, انت بتبقى موجود يا اما في منظومه بتحاول تقراك كويس, تحاول تدعمك, تحاول تشوف انت ايه قدراتك, تحاول تثقل قدراتك فانت مش هتقيم نفسك, فالناس هي اللي بتقيمك. طب العكس صحيح يا عادل؟ اللي هو يعني انا مش شرط ابقى لعيب كويس قوي عشان ابقى مدرب كويس قوي, مش شرط. لكن العكس بتاعها صحيح بقى, لو انا مش لعيب كوره اساسا ممكن ابقى مدرب كويس بصرف نظر عن مورينيو, لان مورينيو مش هيستمر, انا متاكد من كده. مش هيستمر؟ يعني هو انت عايز مورينيو يعمل ايه تاني؟ مورينيو يعني مش هيستمر يعمل ايه؟ بان حفظه. هقول لك على حاجه غريبه جدا, اصل انا يعني ممكن ناس كتير تزعل لكن انا بصراحه لازم المدرب يبقى لاعب كوره, مش شرط لاعب كان لعيب كويس او لعيب وحش او لعيب سوبر ستار او لعيب عادي, بس يكون لاعب مارس. لكن لما الدنيا حفظت مورينيو هو مش قادر يجدد خلاص. مش انا موافقك في دي. بص في تطورات بتحصل, مورينيو ممكن يكون حافظ في حد فاهم يعني. جوارديولا فاهم, جوارديولا كان حاجه لعيب تقيل, ما كانش سوبر ستار خلي بالك بالزبط. بس كان شوف في لمساته هتعرف ان هو اللي كان بيعمله في الكوره هو بيعمله في التدريب مش طبيعي. التطوير بقى هو اللي بيفرق. خد بالك برضو انت لو جيت مسكت مدربي العالم هتلاقي كل مدرب بيطلع 3 سنين واختفى. هات لي مدرب قعد فتره طويله غير اليكس فيرجسون, واحد بس قعد فتره طويله واخد بطولات. حتى اليكس فيرجسون جات له فترات في وسط ال 25 سنه اللي اشتغل فيهم مع مانشستر كان بيجي له كان بيجي له دروب في حاجات كتير جدا, كان ممكن يقعد 2 3 سنين ما ياخدش بطوله بالظبط عادي بالظبط. بس هو لا يعني انا بالنسبه لي ده المثل الوحيد. لكن غير كده كل المدربين اشتغل 2 3 سنين كويسين قوي عمل طفره فيهم في الكوره وبعد كده قال هات لي يعني واحد, هات لي مدرب واحد قعد 6 سنين مدرب كويس 7 سنين 8 سنين. جوارديولا اللي كان بيرفض ليه؟ جوارديولا كان بيرفض, كان بيرفض يكمل يعني. جوارديولا كان عايزينه في برشلونه قال لهم لا انا عايز اوكي غير, كان عايزينه في بايرن ميونخ عايز تجربه جديده بالظبط بالظبط. فانت عشان تبقى رقم واحد او من الناس المصنفين فتره طويله في التدريب مش سهل, مش سهل خالص. حتى شوف في مصر, انت في مصر انت كل سنه بتلاقي واحد احسن من الثاني بنتائج. مش عايز اقيس حاجه في اللي احنا فيه بصراحه. ماشي. اخر سؤال هساله لك بقى, قول لي طموحاتك في التدريب عايز ايه؟
لا عايز ابقى يعني اول حاجه دلوقتي الفتره دي نفسي ابقى اعمل لعيبه كويسه. تمام. نفسي ابقى اقدر في الفتره اللي موجود فيها في الاهلي يعني بالنسبه لي الطموح اللي موجود دلوقتي ان انا كويسه كمان كام سنه ابقى في لعيبه في الدرجه الاولى يتقال عليها ان انا مربيها وانا اللي ادور فيها. دي حاجه مهمه. نفسي ابقى مدير فني النادي الاهلي في يوم من الايام. نفسي ابقى مدير فني منتخب مصر. بس دي طموحاتي يعني في الكوره ومحتاجه شغل. محتاجه شغل ووقت وتوفيق وحاجات كتير جدا. ان شاء الله تحققها ان شاء الله. ونورتني وشرفتني والله. ربنا يخليك يا ميدو. وانا مبسوط صغيرين. انا مبسوط والله. الحلقه حلوه والله مبسوط جدا ان انا كنت موجود معاك وانا كنت جاي بصراحه مرهق ولا الكلام حلو وخرجنا بره الارهاق خالص والكلام كان كويس. ان شاء الله ربنا يدي لك اللي انت عايزه كله وتبقى احسن مدرب في الدنيا كلها واكيد هنبقى متابعينك ان شاء الله كده ان شاء الله يعني تنورنا كده من الفتره للتانيه. ربنا يخليك يا ميدو. شكرا جدا يا كابتن. شكرا يا ميدو. استنوا عادل مصطفى ان شاء الله يبقى مدرب جامد جدا وخليكم فاكرين عادل مصطفى بقى في التدريب غير عادل مصطفى لعيب الكوره. نورني وشرفني كابتن عادل مصطفى نجم الاهلي والمدير الفني ل 2003. هنطلع فاصل عشان نستقبل الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد صادق. فاصل واستنوا. اهلا بحضراتكم من جديد ومستمرين معاكم في الاهلي في كل مكان. ونورني وشرفني مدير تحرير اخبار الرياضه الاستاذ محمد صادق. نور الدنيا يا استاذ محمد. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك واهلا بكل عشاق الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. أهلاً. عندنا بقى يعني رابطه الانديه، عندنا الحديث عن مدرب المنتخب، عندنا الحديث عن الاهلي ومباراته القادمه مباراه تاون شيب مهمه جدا. لو عنونت المباراه القادمه تعنونها ازاي؟ لو عنونت مباراه الاهلي انا من وجهه مباراه المصير ده هي مفتاح يعني بامانه شديده مش عشان خاطر اي حاجه، لا هي مفتاح لقب بطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله باذن الله اذا ما تحقق الفوز للاهلي في هذه المباراه هينطلق الانطلاقه المعتاده بتاعته الى النهائي ان شاء الله. جميل. لان دي اصعب مرحله من الممكن ان يمر بها فريق، مش شرط يكون الاهلي. الاهلي حظه يعني كان صعب شويه، كان ظروفه صعبه جدا. انه بينهي موسم مرهق طويل جدا وبيقابل الترجي وبيقابل مباريتين مهمين جدا، واحده على الارض وواحده خارج الارض. وبيبدا الموسم الجديد برضه والناس كلها مريحه، بيبدا موسم جديد تاني في ظل جو ارهاقي ارهاق شديد جدا والعوده من كاس العالم واحنا عارفين لاعبين دوليين. وبعدين بيخش على مباراة تاون شاب. النتيجة اللي حققها الأهلي في المباراة دي تعتبر من وجهة نظري طفرة. لأن هو قدر يستطيع أن هو يتخطى المنطقة الشائكة الأولانية. جميل. وأعتقد أن الأسبوع اللي فات ده كله ده ومع نوع من أنواع التركيز والراحة من الإرهاق اللي بتاع السفر وكلام ده، أعتقد الأهلي من الممكن أن يؤدي مباراة كويسة جدا والفوز نتيجة مهمة جدا جدا. وإذا ما فاز الأهلي لا تسأل بقى عن مين الأول ومين الثاني والكلام من ده، ممكن الأهلي يبقى أول مجموعة كمان. جميل. مفيش أكتر يعني في صعوبة بعد كده بس يتخطى هذه المباراة. جميل جميل. يعني قبل المباراة الأهلي وتاون شيب اللي أقيمت في برج العرب كنت حضرتك متوقع إيه؟ لا أنا كنت متخوف، كنت خايف. أنا كنت خايف بأمانة يعني كنت خايف لأن المباراة إن الفريق ده يجر الأهلي إلى التعادل. ليه؟ لأن تاون شيب
ما عندوش اي ارتباطات، ما عندوش ارهاق اللي كان عند الاهلي ولا اي حاجه، ولا كان في عنده لاعبين دوليين في منتخب بتسوانا بيلعبوا في كاس العالم ولا الكلام من ده. ناس مريحه دي لها اكتر من شهر وبيتدرب براحتها خالص مفيش مشكله، وجايين يعملوا ماتش مع فرقه مع فرقه لها اسم كبير ونازله خايفه ان هي تفقد نقطه الان بالظبط. في نوع من انواع القلق وفي ارهاق للاعبين وفي مدرب جديد لسه ما حطش ايده على جميل. العناصر الاساسيه جميل. وبياخد اول مباراه رسميه جميل. في كل المخاوف دي كانت خلاني حاسس بقلق اشتغل يمكن عايز اقول بدايه الشوط الاول كله حاسس بنوع من القلق ان الاهلي من الممكن ان الفريق الضيف ده يجرنا للتعادل وفي الحاله دي ما كناش هنقدر نتكلم النهارده ونقول ايه الاهلي حظوظه ايه في دور الثمانيه ولا دور قبل النهائي ولا الكلام من ده بالزبط. كانت كل الامور انتهت خلاص بالزبط. فالنهارده الخوف من مباراه الجوله الثالثه انتهى تماما اصبح في ثقه اصبح المدرب عرف عناصره كويس جدا جدا اصبح عنده العناصر الثانيه بدات تبقى جاهزه اللي كانت مصابه او اللي كان لسه راجع من فتره اعاره زي مؤمن زكريا زي المدافع الجديد سليف كوليبالي بدا يحط ايده على التشكيل الحلو اللي هو يقدر يسند بيه مباراه زي كده راح الخوف راحت كده بقى علينا التركيز في المباراه اللي جايه ان هو بقليل من التركيز وكده ان شاء الله باذن الله نقدر نحقق 3 نقاط. طب فضلت متخوف لغايه امتى؟ لغايه ما الاهلي جاب الجون الثاني. لغايه لما الاهلي جاب الجون الثاني. لغايه ما جاب الجون الثاني عرفت ان المباراه انتهت وان الاهلي ممكن يجيب الثالث ويجيب الرابع ما فيش اي مشكله خالص وكان يعني خلاص بقت الموضوع سهل جدا وان الاهلي هو الاهلي يعني هو الاهلي بخبراته يقدر يخلي المباراه تروح زي ما هو عايز كان ممكن جدا عدد الاهداف يزيد وكنا نتمنى ان هو يزيد. طب اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه. اتفضل. لما شفت باتريس كالتيرون غير وليد سليمان وجونيور اجايه والاهلي كان كسبان لسه 1-0 كان رد فعلك ايه عن التغييرتين دول؟ انا بصراحة. انا كراجل متابع انا كراجل متابع للاهلي وبتفرج على مبارياته كلها ما كانش عندي نوع من انواع القلق ولا حاجه لان انا عارف ان وليد سليمان ما يقدرش يكمل اكتر من 60 دقيقه وانه ده تغيير معتاد وانه الراجل ده ارى الاهلي كويس كفريق. طب خلينا نقف عندنا يا استاذ محمد عشان اسالك سؤال مهم جدا ان حضرتك طرحته. وليد سليمان ما يقدرش يكمل اكتر من 60 دقيقه، ليه دي الفكره اللي عندنا احنا او انطباع عندنا احنا اللعيب اللي بيوصل 33 سنه ما بيقدرش يكمل 90 دقيقه؟ مع ان في العالم كله لعيب 35 سنه وبيكمل 90 دقيقه وبمجهود يعني ليه الفكره دي عندنا؟ او ليه كونتها حضرتك كمان تحديدا لان حضرتك رايك مهم جدا بالنسبه لا هنا ما هو يعني انا مش انا يعني مش انا اللي بقول له ما تكملش هو اللي بيبقى شايفه في الملعب المدرب بتاعه وعارف ان هو بيوعى بدنيا في التوقيت ده يعني ما مش هنقدر نقول ان حسام بدري على مدار سنتين كان بيلعب وليد سليمان يا اما يلعبه في الشوط الثاني يا اما يلعبه الشوط الاولاني وده اللي بكلم حضرتك فيه وكلتا الحالتين ما كانش بيكمل مباراه كامله بالظبط ده بقى انطباع عندنا احنا ولا هو من اداء وليد سليمان اساسا؟ هو بالتاكيد اداؤه وقدراته ووجهه نظر المدرب ان هو مش هيقدر يدي اكتر من كده فخلاص يعني دي الحاجات دي كلها لكن احنا مش بنقيم لعيبه وفي لاعب بيلعب طول المباراه عادي جدا جدا مفيش مشكله وبقى كبير في السن ويكمل مفيش مشكله خالص يعني ما يعني القصه احنا بيجي لنا الانطباع من المدرب نفسه ومن اداء اللاعب وانت برضو لو حضرتك لاحظت بيجي وليد سليمان برضو عند الدقيقه 65 وتبص تلقاه انه حركته قلت في الملعب فانت عايز في الحاله دي كذا فانا اعتقدت لما شفت التغيير ده عرفت ان المدرب ذاكر الاهلي كويس جدا جدا من خلال مباريات الموسم الماضي نمره واحد استفاد من كل ما تركه حسام البدري سواء بصمات إيجابية أو فكر معين في إدارة الفريق لدرجة إن إحنا كلنا قلنا الراجل ده بيطبق نفس اللي كان بيعمله حسام البدري لكن هو مش بيطبق هو لسه الراجل بيحط رجله على أول الطريق فشيء طبيعي ما يغامرش فما غامرش والنهاردة يلعب لكن لو هو بدأ مثلا بمروان محسن كنت أقول ده الراجل ده بيغامر ده هو عايز يقول عايز يطلع مبكرا من جلباب حسام البدري لكن هو احسن ان هو مشي تدريجيا وهيبقى ليه بصمته في المباراه اللي جايه هنشوف بصمته بس احنا ما نستعجلش عليه بس الكابتن حسام بدري لو كان موجود ما كانش هيلاعب سليف كوريبالي
ما كانش هيغير ما كانش هيجيبه اصلا ما كانش هيجيبه اصلا ما كانش هيلاعب ما كانش هيطلع جونيور اجايي ووليد سليمان في نفس الوقت لان الكابتن حسام كان هيطلع وليد سليمان ذكي لكن كان هيخلي جونيور اجايي بيعتبر ان هو خبراته معاه ان هو ممكن يهدي في اي وقت بالزبط. لكن لكن باتريس ممكن يكون شايف انه ده نوع من انواع العلاج لسلبيات اجايي عشان يجي ماتش تاني يدي بقى كويس انت هخليك في الملعب ما فكرش اصلا في اجايي فكر في المصلحه العامه ان انا لازم بالزبط. انزل كده عشان اكسب هو عايز يكسب قلبه جامد انا لسه كنت بتكلم مع مع عادل مصطفى قبل ما حضرتك تشرفني في 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 باتريس كالتيرون وانا قلت له بعض النقاط كده برضه هسال حضرتك ان راي حضرتك طبعا وحضرتك لك باع كبير في الرياضه المصريه انت متوقع يبدا المكان ده كان لازم يلعب في المكان ده حتى لو طب افرض كان جه فينا جون ولا حاجة افرض كان كوليبالي ده لان لعيب لسه اول مره يلعب ماتش اساسي بس ما عارف انا بصراحه لا. دايما اقول ايه قلبه جامد جدا كالتيرون ده قلبه جامد جدا ان انا لاعب مساك غلطته خلاص شكرا ما طبعا شكراً. بس هو يعني شافه قبل كده ودربه قبل كده وعارف امكانياته كويس جدا جدا وحافظه عن ظهر قلب فاحنا عطينا له الثقه ان انت تتعاقد معاه اوكي تعاقدنا وجبناه له طب كان اي مدرب هيعمل كده لا اي مدرب ما كانش انا شخصيا ما كنت متوقع ان هو ما القايمه ما يبقاش فيها كوليبالي لما يعني لقيت ان هو موجود في القايمه عرفت ان هو هيلعب من اول ماتش خلاص خلصت لان هو الراجل محافظه وعارف امكانياته وعنده ثقه فيه وعنده ثقه وبعدين الفتره اللي هو قعدها في المعسكر بتاع الاهلي يعني ممكن يكون فهم المجموعه اللي جنبه وقدر يتجانس بسرعه ده لعيب اولا عنده 30 سنه يعني عنده خبرات عنده خبرات واللي بيلعب في مازيمبي مش بيلعب في مغمور فشيء طبيعي ان هو يكون عنده خبرات فهو الراجل فاهم ان هو ممكن يستغل هذه الخبرات واستغله والراجل كان كويس جدا اي نعم هو بيكمل في الهجوم ما كانش لسه ما خدش الحساسيه ما خدش يعني حسيه ان هو يبقى اكتف على المرمى بتاع الخصم والكلام من ده مش دوره ومع ذلك كان بيتقدم وكانت في فرصه كان ممكن يجيب منها جول واخد بال حضرتك شيء طبيعي يعني احنا احيانا كره القدم بتحتاج المغامره في بعض الامور ودي من المغامره المحسوبه اللي عملها كابتن الذكاء في نفس الوقت ومحتاجه طبعا بالتاكيد يعني عشان خاطر يبقى حساباته مظبوطه كمدرب اول مره تولى مسؤوليه فريق كبير جدا بحجم النادي الاهلي فريق موقفه زي ما حضرتك قلت موقف كان صعب جدا متزايل المجموعه مش ده النادي الاهلي خالص طبعا انا كمان لسه مدرب لسه جاي اقدم نفسي النادي الاهلي فلا اول مباراه رسميه ولا لا لا قلبه مش طبيعي وبعدين برضو جماهير برضو ما بتبصش الجماهير مش هتسيبك ما بتبصش ان هو كان مدرب مازيمبي وخد بطوله افريقيا لا ده بتبص ده جاي من وادي دجله بالزبط. ازاي يجي يعني من فرقه صغيره جدا فشيء طبيعي ان هو كان موقفه بس يعني انا اقدر اقول انه الجهاز المتكامل المتعاون الموجود معاه هو احد اسباب الثقه اللي خليته يعدي بالمباراه الاولى بالشكل اللي احنا شفناه وبالشكل المرضي يعني 3-0 نتيجه مرضيه الاداء مرضي خاصه في الشوط الثاني احنا كان في فرص كثيره ضاعت كان ممكن جدا الاهلي يبقى النتيجه تبقى 4 تبقى 5 وليد ازار ضيع يعني فرصه لا تضيع بشيء طبيعي فشيء طبيعي ان احنا نبقى مطمنين شويه وان شاء الله نطمن اكتر يوم السبت ان شاء الله نطمن انا مطمن وانا مطمئن ان شاء الله باذن الله حضرتك من ان المباراة. الاهلي ان شاء الله باذن الله هيأدي مباراه كويسه وهيحقق الفوز وبعد كده خلاص انتهت القصه يعني انتهت يعني ان شاء الله باذن الله يا رب تعالى نروح بقى عندنا اتفضل يعني رابطه الانديه المحترفه حضرتك شايفها ازاي؟ شايف دورها ايه؟ شايف استقلاليتها ايه؟ والله يعني لما اكون باذن الله حاليا ما عندناش رابطه انديه محترفين اطلاقا ما عنديش اي يعني على الورق بس هي رابطه الانديه موجوده على الورق انتخابات تمت مدير تنفيذي لرابطه الانديه موجود لكن كصلاحيات وكخطط وكافكار والكلام من ده كله ممكن يكون كله موجود على الورق لكن ما لهاش اي دور ملموس حاليا ومن الظلم ان احنا نسميها رابطه الانديه
المحترفة. أنا بعتقد أن هذه الرابطة حتى الآن ما زالت تحت وصاية اتحاد كرة القدم. جميل. عندما تخرج هذه الرابطة من الجبلاية يعني يبقى ليها مقر منفصل ويبقى ليها انتخابات ويبقى ليها كذا وليها لوائح، واللي ينزل للرابطه المحترفين ما يجيش في يوم من الايام يروح يرشح نفسه في اتحاد الكره عشان يبقى عضو في المجلس الجاي والكلام من ده، وفي الحاله دي هنقدر نقول احنا عندنا رابطه محترفين. رابطه المحترفين في اوروبا هي اللي بتدير كل حاجه ماليا وبس مباريات وتسويق وبتعمل كل الكلام ده كله. احنا الرابطه لغايه دلوقتي تقريبا بتاخد القشور بتاعه الروابط وما بتعملش حاجه. يعني ما بتعملش بتعمل اجتماعات بتقول هنعمل، لكن على الارض وعلى الطبيعه ما فيش اي حاجه. وزي بقول لحضرتك، طالما هي موجوده في اتحاد الكره فهي تحت وصايه اتحاد كره القدم. ويبقى في الحاله دي في نوع من انواع تلقي الاوامر ويعمل اللي عايزه مجلس اداره الاتحاد، وممكن تسيس الامور شويه، ممكن ما تبقاش الامور مظبوطه. وانت النهارده محتاج رابطه قويه جدا. هذه الرابطه بالمناسبه انا لا اشكك في قدرات الناس اللي هم موجودين فيها، ناس كلها محترمه وزي الفل تمام التمام، ولكن يجب ان تكون الرابطه اقوى من اتحاد كره القدم. بمعنى اصح لازم في انتخابات، لان النهارده دي رابطه هتتحكم في دوري بالزبط. بعد ما كان دوري الملايين، احنا كنا بنسميه دوري الملايين باعتبار ان اللاعب ب 3 مليون و4 مليون و5 مليون، دلوقتي اسمه دوري المليارات. كل سنه وانت طيب. المليار واكثر. كل سنه وانت طيب. يعني هذه المليارات دي عايز حد يسيطر عليها، والا هتبقى مطمع للتلاعب من جهه، ويبقى في الحالات دي ممكن جدا يحصل بدل ما هو دوري محترم وقوي وكده يبقى فيه نوع من انواع التلاعب وتبدا القصص كلها تفلت. رابطه الانديه اهم من اتحاد الكره عشرات المرات. اتحاد الكره يدير لعبه، يضع سياسات، يضع استراتيجيات، لكنه ملوش دعوه بالانديه المحترفه. يبقى فيه منه عضو ماشي اوكي في الانديه المحترفه عشان لو في اي حاجه كنوع من انواع الرقابه، ممثل كنوع من انواع الرقابه على اعمال الرابطه عشان خاطر ما يبقاش فيها انحراف في اي اتجاه من الاتجاهات باعتبار انه وجهه المسؤوله. لكن الصلاحيات تكون لاعضائه او الاعضاء المنتخبين، وبرضه يجب ان يكون الانديه الكبيره زي الاهلي والاسماعيلي والزمالك ممثل في هذه الانديه في مجلس اداره اجباري وليس اختياري، لان انت بتتكلم عن القوه الكبيره جدا سواء ماليه سواء لاعب سواء لاعبين سواء فنيه سواء كل الكلام من ده سواء بطولات سواء تاريخ مع الثلاث انديه دول. فلا بد ان يكون في ثلاثه في اللائحه دول. يا اهلي ده هيجي يقول لك انا ممثل النادي الاهلي في رابطه الانديه المحترفين، انا ممثل نادي الزمالك، انا ممثل نادي الاسماعيلي، والباقي بالانتخاب ما فيش اي مشكله. وما فيش مانع ان يبقى في انتخاب رئيس الرابطه بقى من ايا كان الشخصيه اللي موجوده. جميل. يعني بخبرات حضرتك الطويله جدا في الرياضه المصريه، شايف الموضوع ده اخره ايه؟ اخره ان احنا مش هنشوف شيء ملموس هذا الموسم، لانه طب هنشوف الكلام اللي حضرتك بتقول عليه ده امتى؟ يا اما تسيب الواقع، يا اما الموضوع يسيب اما الناس تفهم دور الرابطه. وده مش هيصوب المرحله دي الا الانديه نفسها، يعني الانديه نفسها هي اللي تعمل، هي اللي هتصوب رابطه الانديه. كل ما في الامر انها لجنه لا تختلف باي حامل احوال، انا وجهه نظري حاليا هي لجنه لا تختلف باي حامل احوال عن لجنه المسابقات او لجنه شؤون اللاعبين الموجوده في اتحاد الكره، ليس لها دور ده دلوقتي خالص. بيقولوا شويه افكار بيقولوا شويه حاجات بتاع كلام من ده، لكن دورها اكبر بكتير من قصه ان هي لجنه تابعه لاتحاد كره القدم. يعني ده في اماكن اخرى في اوروبا، في انجلترا، رابطه المحترفين دي بيبقى ليها مقر رائع جدا جدا ولها امكانيات ماديه رهيبه جدا تحت ايديها، والبث الفضائي كله بيتم من خلالها بالظبط، راسها كراس الاتحادات بس اكبر من ويبقى رئيس الرابطه راسه براس رئيس اتحاد كره القدم. فانا شايف واكثر كمان، فانا شايف ان هم لو بداوا يفعلوا بعض الحاجات اللي هو عودة الجماهير، مش عارف ايه، التسويق، البث، الارتفاع على نسب البث، مش عارف ايه الكلام ده كله، ده يبقى بيعملوا حاجة. لكن
مش هتبقى رابطة قوية إلا لما تنتخب انتخابات مباشرة ويبقى وتعدل اللائحة بتاعتها ويبقى فيها ممثلين للأندية الكبيرة بصفة ثابتة، لأن ما ينفعش رابطة من 4 صنفار أو 5 صنفار يسهل السيطرة عليهم تدير دوري من 18 نادي، كل نادي منهم بيصرف أكتر من 300-400 مليون جنيه في موسم الانتقالات. بس يعني كم سنة كده نشوف الموضوع ده بجد؟ والله ممكن جدا تظل لجنة بلا فاعلية زي ما هي، مش رابطة، هنسميها لجنة الأندية المحترفة بس عشان خاطر كمالة الشكل، ممكن تقعد سنة وسنتين إذا ما ظل هذا الفكر وهو، وإذا ما ظل اتحاد الكرة بيعين واحد عشان يقول لهم نفذوا التعليمات دي خلاص. تمام، وصل الكلام. متي أرجع بيك شوية كده للكرة الجميلة. ياريت. أيمن شوقي. أيمن شوقي ده يعني هداف من الزمن الجميل، يعني فاكهه كده، يعني حاجه كده مرت كده من الحاجات اللي بتعدي وما ناخدش بالنا منها، لكن هو بامانه يعني كان ريشه طايره في الهواء بمعنى اصح، بيجيب اجوان في اي لحظه من لحظات. فايمن شوقي من الزمن الجميل، لعيب فعلا من الزمن الجميل اللي اهدافه، انا لغايه دلوقتي ياما بحب اقعد اتفرج اروح ادور في قناه الاهلي اشوف اهداف اي لاعب من اللعيبه. فعلا ايمن شوقي لعيب كويس جدا، لعيب جميل جدا، عطى للاهلي وعمل تاريخه رغم ان هو كان جاي من الكروم ومن وكده ومش مش من ابناء الاهلي، لكنه دافع بكل بسالة عن اسم النادي الاهلي وحقق بطولات للاهلي. طب تعالى فكر حضرتك ونفكر السادة المشاهدين بالنجم الكبير، نجمنا النهارده الكابتن ايمن شوقي. أيمن شوقي، لم ولن تنسى جماهير وأعضاء النادي الأهلي موقف أيمن شوقي مهاجم الفريق المعتزل ونجمه الكبير حين جاء خصيصا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة لساعات قليلة بهدف المشاركة في الانتخابات الأخيرة ودعم محمود الخطيب في مشوار رئاسة القلعة الحمراء. على طول على ايمن بقيت اسامه ابو دماغه جول ايمن شوقي. ايمن شوقي من احلى الاجوال اللي جت السنه دي، لا ليك حق تفرح مفيش كلام. ولد ايمن شوقي في 9 ديسمبر 1962، لعب لعدد من الانديه من بينها الكروم والاهلي، وكان ضمن قائمه المنتخب الوطني التي شاركت في مونديال العالم بايطاليا، وأصغر لاعب حصل على لقب هداف الدوري المصري موسم 83-84 حين كان عمره 21 سنة 5 أشهر. أن تطلق عليه على لقب هداف الدوري مع نادي الكروم موسم 83-84 استمر في صفوف الأهلي طوال 11 موسما حتى نهاية موسم 94-95، حقق خلالها 19 بطولة مع الأهلي وهي 6 بطولات للدوري العام مواسم 84-85-86-87-88-89-99-99-94-94-95-94، كما حصل على كأس مصر 5 مرات أعوام 85-89-91-1993. كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987. كأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات أعوام 84-85-86-93. الكأس الأفرو أسيوية عام 89. كأس الكؤوس العربية عام 95. كأس التحدي بدبي عام 88. إذن حقق أيمن شوقي العديد من الإنجازات والأرقام الخاصة وهو في صفوف الأهلي، لم يسبق إليه إلا المايسترو صالح سليم حين استطاع أن يهز شباك الزمالك 2 مرات في مباراة واحدة في بطولتي الدوري العام وكأس مصر
ففي الأربعاء الموافق 22 من إبريل عام 87 سجل هدفين في الدوري وفاز بهما الأهلي بهدفين مقابل هدف. ويوم الجمعة 26 من يونيو عام 92 سجل هدفين في نهائي كأس مصر وفاز الأهلي أيضا بهدفين مقابل هدف. كان المايسترو صالح سليم قد سبقه إلى تحقيق هذا الإنجاز الرائع حين سجل هدفين في نهائي كأس مصر يوم 8 من مايو عام 53 وفاز الأهلي بأربعة أهداف لهدف وأحرز هدفين في الدوري يوم 23 من إبريل عام 58 وفاز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف. أيمن شوقي القناص. أهلا بحضراتكم من جديد. نجم كبير الكابتن أيمن شوقي القناص. فعلا اسمح لي بس يعني أوجه التحية لكل القائمين على إعداد طبعا هذا الفيلم بتأكيد إعداد وإخراج ويعني مادة رائعة وكل شيء كويس أكيد. أكيد. وأتمنى إن شاء الله بإذن الله أتمنى يعني التعمق في مثل هذا التقارير دايما احنا بنعمل كده نجوم الاهلي كلهم من مش الهدافين فقط لا عندنا مدافعين كتير جدا في تاريخ الاهلي عندنا صناع لعب ما احرزوش اهداف ولكن يجب ان احنا نعمل لهم الحاجات دي كلها لان ده ذاكره الاهلي اللي هي تمتد لقرن واكثر من قرن فشيء طبيعي ان احنا يعني يا ريت نلحق برضه النجوم الباقيه ونعمل لها ونجيب تسجيلاتها ونعمل لها كل يوم بنعمل فقره ده شيء مطلوب ومهم لان جمهور الاهلي بيحب دايما يعيش ذكريات ويعيش الحاجات دي كلها وانا استمتعت معاك بالقدم هو كان يعني راجل دماغه كلها كوره اكيد اكيد. طيب عشان حضرتك ذكرت جمهور الاهلي كمان نشوف تقرير جماهير الاهلي قالت ايه عن النجم القناص ايمن شوقي ونرجع لحضراتكم على طول. على طول على الامن بعيد وسامه بدماغه لعب تاني صاهر ابو زيد وبيحطها ايمن شوقي ومفيش صفاره ومفيش وجول وجول وجول. طبعا ايمن شوقي من الكباتن اللي هم بيمثلوا حقبه من تاريخ النادي الاهلي في الفنيات والمهارات والاخلاق اللي احنا تبلم نفتخر بها كاعضاء النادي الاهلي او مشجعين النادي الاهلي بصفه عامه. من الشخصيات الجميله الموهوبه اللي ما خدتش برضه حقها في المجال الاعلامي او المشوار في المجال الرياضه بس كفنيات واخلاق طول عمره مشهود ليه بالاخلاق والفنيات العاليه وياما الناس دي ادت للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وبنتمنى لهم الخير والصحه والسعاده ان شاء الله. كابتن ايمن شوقي من الكباتن الكبار في النادي الاهلي كابتن من الكباتن صنع التاريخ في النادي الاهلي حاجه عظيمه حاجه قيمه كبيره للنادي الاهلي ومع جميع الكباتن في النادي الاهلي كلهم قامه كبيره يعني. والله بدايه انا بقول انه ربنا رب يمتعه بالصحه والعافيه لانه هو في الفتره الاخيره كنت عرفت كده انه كان تعب وربنا شفاه وعافاه فانا بقول له الف سلامه عليك وربنا يديم عليك الصحه والعافيه. ايمن شوقي طبعا كان لعيب كبير قوي من طراز كبير قوي ولعيب هداف وكان يعني اول ما كان يتحط في القائمه اعرف ان الاهلي لازم يهدف ويكسب يعني فكان بيعرف طريق المرمى وكان لاعب كبير وله اسم وباع واتمنى له كل خير. كابتن ايمن شوقي كان لعيب مميز في فرقته وساهم كتير للنادي الاهلي ان هو جاب بطولات كويسه للنادي الاهلي وكان من اللعيبه المميزه فعلا يعني في عصره يعني. وعلى طول على الامن بعيد وسامه بدماغه هو جول ايمن شوقي واللعب تاني صاهر ابو زيد وبيحطها اهلا بحضراتكم من جديد. دي كانت اراء بعض الجماهير الكبيره في النجم ايمن شوقي. طبعا الناس متابعه الكابتن ايمن شوقي جدا جدا وفعلا كان تعرض لازمه صحيه لكن الحمد لله ودلوقتي زي الفل ورب دايما كل نجوم الاهلي زي الفل. يعني برضو جبنا لك اراء الجماهير مش مخليك عايز حاجه. هو بس بامانه يعني نجم جميل وكل نجوم الاهلي اللي
اللي بذلوا جهده وكانوا في الملعب الأخلاق في زمن برضو ما كانش فيه لا احتراف ولا حزنون خالص، ورغم ذلك أعطوا أنجازوا ورسموا يعني بصمات في ذاكرة الجماهير. بالتأكيد ربنا يشفيه ويعافيه ويتمم شفاه تماما، وإن شاء الله بإذن الله نشوفه دايما هنا برضو في قناة الأهلي اللي هي يا رب. وشرفنا طبعا كله. في انتخابات الكابتن محمود الخطيب كان نازل من أمريكا زي ما كان بيقول، دي كانت اخر مره شفته فيها وطمنا عليه وزي فل، كمان شخصيه جميله جدا ودمه خفيف قوي قوي اكيد حضرتك عارف يعني حاجه جميله جدا اسكندراني حاجه جميله جدا. شفت الماتشات يعني طبعا بخلاف النجم الكبير كابتن ايمن شوقي القناص بتاعنا ونجم الحلقه النهارده كابتن ايمن شوقي، شفت الجماهير، شفت التعليق، شفت الجو العام بالظبط. وعلى فكره يعني حتى برضو السن بتاع الجمهور يعني دول اللي بيتكلموا عن ايمن شوقي كانوا صغيرين شويه سنه 88 و86 ايام تالق ايمن شوقي كانوا برضو صغيرين في السن. يعني النهارده كلهم ما فيش يمكن في واحد او اتنين كبير في السن، ورغم ذلك معلق معاهم كل حاجه، كل جون جابه معلق معاهم. يعني في تعليقات الناس اولا الجمهور جمهور الاهلي، انا عجبتني كلمه او عباره طلعت في الفتره اللي فاتت، جمهور الاهلي حماه دي احسن تعبير سمعته على مدار الفتره الاخيره في ظل الـ 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 يعني في ظل الابعاد الاجباري للجماهير عن مدرجات، وفي ظل اكثر من 5-6 سنين يعني الجماهير بتعاني عشان ترجع مدرجات، ففعلا الاهلي جمهوره سيظل هو حامي حمى الاهلي بالزبط. لا اعلام ولا كتاب ولا نقاد ولا تلفزيونات ولا محللين ولا كلام من ده، جمهور الاهلي هو اللي بيحميه وهو اللي بيرفع اسمه دايما وابدا. دي حقيقه بالتأكيد. كابتن محمود الخطيب انا دايما بقول في الموضوع ده تحديدا كمان في نهايه البيان بتاعه قال جمهوره حماه. طبعا الحمى طبعا طبعا هو دي بقول انا عباره دي عجبتني جدا جدا رغم ان هي لم يعني تقال من قبل حقيقي لم تقال، وقيلت في خلال الشهر الاخير ده، فجاء تعبير هيبقى زي مصر سين كده موجود على طول. لما تقول جمهور الاهلي يبقى هو فعلا حامي حمى الاهلي. امتى الجماهير ترجع بقى يا استاذ محمد؟ والله زي برضو لجنه المحترفين ولا الدنيا ايه؟ والله هو عوده الجماهير دي لغز كبير انا لغايه دلوقتي مش قادر افهمه. انا مش قادر افهمه بصراحه يعني. ما هو المطلوب حتى تعود الجماهير؟ احنا شفنا منتخب مصر بيلعب والجمهور كله كان بيبقى مالي استاد برج العرب. منظر عامل ازاي يعني؟ حاجه جميله جدا. شكرا الاهلي بيلعب في افريقيا والجمهور موجود. يعني طب هو الجمهور موجود والجمهور بيبقى موجود ب 20 وب 30 الف متفرج. يعني احنا مش عايزين اكتر من كده. طب ايه ما المانع لعوده الجماهير بصفه عامه خليها 10,000 متفرج، ما تقوليش بقى 500 و1000 والكلام من ده، ده الكلام اللي بيقولوه دول مش عايزين الجماهير ترجع خالص. خلي بال حضرتك يعني انا ليا وجهه نظر صغيره ويا رب ما حدش يزعل منها. اتفضل. عدم عوده الجماهير للجمهور للمدرجات دي سبوبه ناس بتكسب بيها. اقولها اكتر صراحه؟ اكتر صراحه. اكتر صراحه القنوات التي تذيع وتعمل استديوهات تحليليه لمده 12 ساعه في اليوم هي دي اللي مش عايزه الجماهير ترجع. مش عايزه الجماهير ترجع، عايزه تبقى كل الناس قاعده متصمره قدام التلفزيونات 24 ساعه عشان يشوفوا الاستديو التحليلي وبالتالي يشوفوا الاعلانات، وكل ما شاف اعلانات اكتر كل ما كسب اكتر. فعوده الجمهور من الممكن ان يقلل من السبوبه بتاعه القنوات الفضائيه. معلش دي صراحه اكتر من لازم، لكن عندما تعود الجماهير الناس هتدور على مباريات وهتروح مباريات، ومحدش هيقعد قدام التلفزيون 6 و7 ساعات يفضل كده يتفرج كده 6 7 ساعات ويديله ورا بعضيها ويأخروا الماتش المهم لغايه اخر الليل عشان الاعلانات تزيد والفقره تزيد. طب حضرتك شايف الجماهير ترجع ازاي؟ احنا شايفين دلوقتي بقى في رادع للجماهير، يعني الانسان الملتزم دلوقتي يعني بنشيله فوق دماغنا من فوق، واحنا قلنا قبل كده الروادع للحمايه وليس للتخويف. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ هي الخطوه اراده قرار واراده.
قرار وإرادة. هو هتقول لي القرار متشابك بين الداخلية وبين وزارة الشباب وبين الأمن وبين مش عارف الأندية وبالكلام ده، ما ينفعش ما ينفعش. هم جهتين، واحد بيصر على عودة الجماهير اللي هو وزير الشباب والرياضة، وأنا أعتقد أن الدكتور أشرف صبحي من أول يوم جه فيه وهو لديه ليس له مصلحه في ان الجماهير ما تجيش المباراه. انا قلت الراجل ده من اول ما جه بيجري تمام، وده حاجه وبيحاول يسابق الزمن بالزبط. بقيت العزيمه او القرار التنفيذي من وزاره الداخليه ان هم يتخلوا عن الوساوس وبعض الخوف اللي موجود. انت بتامن بلد كامله مش هتقدر تعمل ماتش؟ لا هتقدر بالتاكيد، وانت بتامن ماتشات، انت فعلا اديلك اربع سنين بتامن ماتشات افريقيا كلها زي الفل، مفيش اي حوادث حصلت يعني، واخد بال حضرتك؟ فاذا كان ماتش من الماتشات البعض بيندس وبيعمل حاجه عشان يوقف المسيره، ده بيبقى مدفوع، ده بيبقى مدفوع عشان خاطر يعطل عوده الجماهير. تمام، واخد بال حضرتك؟ والجماهير بدات تعرف كده، فادي النهارده الجماهير عارفه كده. النهارده انت بتعمل نظام بطاقات وبتعمل استمارات للمشجعين وكل الكلام ده، كل بيخش حاجة تحت طائله القانون بالزبط. يعني اي حد هيخرج عن الروح الرياضيه او يعمل شغب هيتعلق بالظبط. فانت النهارده ما عندكش حجه، ودي كمان للحمايه للامان للامان. ثالثا وهو المهم، ان احنا لدينا اكتر من ملعب كبير مؤمن يقدر الجمهور يحضر فيه بدون اي مشاكل. عندنا اكتر من 6 7 استادات قابله ان هي تستقبل الجمهور وتامنه، وكاميرات موجوده والكلام من ده كله. لو تحب اعدهم لك اعدهم لك، مش مشكله، كل الناس عارفاهم، مفيش اي مشكله خالص. وكل فما هو المانع انك ترجع النهارده؟ فانا ارجو انه لما يدرس اتحاد كره القدم قصه عوده الجماهير، ما اقولش احنا بنقترح 1000 لكل مش عارف يعني. انا يعني قعدت كنت هبطس على نفسي من الضحك ياما قريت خبر الاتحاد الكره بيقول ان 1000 متفرج لمباراه الاسماعيلي والاهلي. مباراه ايه؟ دي مباراه قمه، مباراه قمه، وهو لو دخل 1000 هسيطر على 1000، مش هسيطر على 10,000، هسيطر بالتاكيد يعني. طب ما الاهلي بيبقى عنده 20,000 في مباراه افريقيه ومباراه حاسمه مع الترجي ومع دور الثمانيه ودور قبل النهائي ودور النهائي، وكان في 30,000 دور النهائي. ايه القصه؟ مفيش اي مشكله خالص. يجب ان احنا نتخلى عن قصه ان احنا عوده الجماهير تدريجيا. تدريجيا دي انا اعرفها انه 10,000 اول كلام 10، طالما مباراه قمه اهلي زمالك اسماعيلي 10,000. ما تقوليش لا لو قمه خليها 3,000، لو مباراه مع انبي ومع بتاع خليها 10,000. لا ده غلط، ده غلط. خلي مباراه القمه الجمهور بيروح مباراه القمه، فخليهم 10 على الاقل تبدا بيهم، وان شاء الله تنطلق المسيره. يا رب يا رب. يعني استاذ محمد قول لي، انت مع المدرب المصري ولا المدرب الاجنبي المنتخب المصري؟ شوف احنا في ظل الامكانيات الماديه الكبيره المتوفره في اتحاد كره القدم فعلا، لا يعني فانا مع المدرب الاجنبي. المدرب الاجنبي لا، سيبك من الامكانيات. بقول لاستاذ محمد صاد، انت مع انهي اتجاه؟ سيبك من اي حاجه، انا مع المدرب الاجنبي. اولا هو بيبقى جاي بفكر معين وله خبرات كثيره كبيره متنوعه. ثانيا القصه بتاعت ان هو هيبقى منحاز للاهلي، هيبقى منحاز للزمالك كده، يعني دي مش هتبقى طب ما كان كوبر والناس بتقول منحاز للزمالك ومنحاز لمش عارف لمين ومنحاز لمين. لا ما هو كوبر كان منحاز فعلا، لانه اللي اختار الجهاز الفني، لانه اتحاد الكره الذي جاء بالجهاز المعاون يعني لم يحسن. معلش يعني احنا انا نعم في قناه الاهلي مفيش مشكله، بس برضو عندي الشجاعه ان انا اقول ان 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 المدرب لكوبر كانت له هوى وفي ابعاد ده وكذا، وهو قاعد ليل ونهار مع المدرب او مع المدير الفني الاجنبي. فاحنا وده بشر، ما هو يا رب كان كله يبقى زمالك بس، يعني نعمل حاجه كويسه وكله يبقى اهلي بس، نعمل حاجه كويسه. انا معاك، بس لما يكون عندي عناصر محترمه وعناصر قويه وتفيد منتخب مصر، ما خلصت عليها وابعدها خالص عشان خاطر لمجرد قال كلمه في الاعلام ولا قال كذا ولا قال كذا ولا قال كذا. ما ينفعش ما ينفعش. وما نجيب مدرب اجنبي، يعني هم بيقولوا ان الراجل سكولاري كان عايز يجيب 4 مساعدين. يا ريت يجي مدرب بالطقم بتاعه مساعدين، ويبقى معاه مترجم
وخلصت القصه على كده، هيبقى في نجاح وتقدر تعمل كل حاجه. يا رب يا رب ان شاء الله كل القادم يبقى جميل وفي مصلحه الرياضه المصريه والرياضه العربيه كمان بصفه عامه. استاذ محمد صادق شرفتني ونورتني. انا بشكرك وانا سعيد جدا ان انا كنت معاك النهارده، وسعيد ان شاء الله ونسعد مع بعضينا ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله والاهلي بيقترب من وكل التوفيق لجماهير النادي الاهلي، ودايما بتشرفوني وتنوروني وتصبحوا على الف خير.